الاهلي يهزم البنك الاهلي بهدف نظيف ويواصل صدارته للدوري منفردا. كابتن شريف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن، مبروك سلاسل نقاط، مبروك التقدم واعتلاء القمه كالعاده. نحافظ باذن الله على هذه القمه بعد ما نرجع من المغرب باذن الله. شوف يا كابتن ايمن، المباراه النهارده شوط ثاني غير الشوط الاول، فيها ايجابيات كثيره جدا، خاصه انا بالنسبه لي وجود عمرو السوليه عوده من الاصابه، بيرستاو تغيير فخري ونزوله ولعبه في مكان تاني غير سويتشات حصلت، رجوع محمد طاهر زي ما انا كنت بناديك ناحيه الشمال في اخر المباراه، كل الحاجات دي ايجابيات بالنسبه للجهاز الفني. عنده بطوله كبيره جدا رايح يلعب فيها، محتاج كل التغييرات اللي حصلت دي، كل الوجوه، رغم حاله الارهاق اللي هي احنا خارجين بينها واضحه جدا النهارده من مباراه الزمالك. والغيابات كتير قوي بقى لك 48 ساعه بس لسه لاعب مباراه ذات ضغوط نفسيه وتحمل وجري كتير جدا ونتيجه وكل ده واضح النهارده من الشوط الاول والتغييرات الست لعيبه اللي هي كان موجود، الهارموني كله اتعوض كله في الشوط الثاني، شفنا شكل تاني الحقيقه وبنطمن اكتر واكتر بعوده اللعيبه المصابه كلها. تقدر عندك عند الجهاز الفني قاعده كبيره جدا تقدر تشكل منها اي تثبيت تيم واي شكل، ما بقاش في مشكله الحمد لله النهارده من مباراه اليوم. بنشكر ربنا على المكسب يعني، وجود محمد شريف وتكرار الثقه معاه وانه احرز هدف برده، وانت مش مطلوب منك من الفورورد بتاعك غير انه يحرز هدف يعني. انا النهارده والماتش اللي فات والكلام من ده فكرني بيك الحقيقه محمد شريف، كنت عندك الحته دي في منطقه الجزاء، تعرف تجيب جول، تعرف تستوب كوره، تعرفش في راجل يعرف يفتكر كوره، في راجل يقدر يوقف كوره واحده على صدر واحده واثنين وثلاثه ويبعتها، في ربنا بيدي امكانيات لكل واحد، طبعا. فالتوفيق بتاع ربنا بنبقى محتاجينه في اوقات معينه. النهارده احسن توقيت حصل ان احنا خدنا سيناريو فقط، فاكر احنا لما كنا بنتكلم انا وانت دايما لما بنطلع من مباراه كبيره او بنطلع من بطوله او بنطلع من اي حاجه بنتعصب بنتعادل ما بنبقاش موفقين، انما الحمد لله النهارده كسرت القاعده ومبروك علينا الثلاث نقاط ومبروك علينا اللعيبه كلها اللي رجعت النهارده، الف حمد لله على السلامه. الحمد لله كابتن علاء، الف مبروك، ثلاث نقاط مهمه وفوز كان مطلوب. الله يبارك فيك يا ايمن، فوز كان مطلوب، خروجك من مباراه الزمالك دايما الناس عندها شويه قلق انك خارج مباراه قمه وكسبان زمالك 3-0 نتيجه مش قليله، نتيجه كبيره، لكن وهتلاعب البنك الاهلي اللي هو دايما بيعمل معاك مشاكل، لكن هو مش دايما مش قاعده يعني، كره القدم ما فيهاش حاجات ما فيهاش ثوابت يعني، مفيش حاجه ثابته يعني، لكن النهارده لا، النادي الاهلي اخذ ثلاث نقاط مهمين جدا بيبعد بيهم عن اقرب منافسيه، عنده دلوقتي 11 نقطه دلوقتي اعتقد هو لا بس هو الخامس. عارف انا دايما بقيس الاهلي في الزمالك انا دايما بقيس الاهلي في الزمالك، لان في الاخر ايمن مشوار الدوري طويل جدا، خد بالك، ولعيبه النادي الاهلي عارفه كده، والاداره والمدير الفني عارفين كده كويس قوي ان لسه بدري، مشوار الدوري طويل قوي، لكن يحسب لك ان انت من المرات القليله قوي انك تسافر على بطوله كاس عالم وانت عندك الفرق ده، فرق مريح كويس قوي الحمد لله، لعيبتك اغلبها كلها الحمد لله سليمه، ثلاث نقاط النهارده بقول لك مهمين جدا مع مباراه الزمالك عشان تخلص موضوع انك عندك بيحصل مشاكل بعد مباراه القمه خصوصا مع البنك الاهلي. النهارده كمان في حاجه ايجابيه في المباراه انك طمنت على الناس المصابه، يعني بيرستاو النهارده اخذ فتره طمنت عليه مفيش مشكله، عمرو السوليه زي ما كلم كابتن شريف نزل النهارده، لانك انت محتاج كل اللعيبه دي، انت رايح على بطوله كاس عالم محتاج كل اللعيبه عندك تبقى جاهزه، فكولر النهارده كل اللي بيعمله ده حتى لو بيشرك بعض اللعيبه بعض التوقيتات في المباراه اعتقد دي حاجه صحيه جدا، طمن على لعيبته، طمن على الثلاث نقاط المهمين قوي كمان والبعد بانفراد ببطوله الدوري الحمد لله يعني. المباراه كلها انت ما فيش فيها قلق يعني، ما حسيتش ان في قلق على النادي الاهلي خالص النهارده، حتى الهجمات يعني مش قلقاك، لكن لعبت الاهلي متماسكه، تغييرات ما عملتش مشاكل يعني. النهارده مثلا شفت محمد خير لعب باك رايت اول مره العب بعد خروج كوك، ولعب خالد فتاح باك شمال، محمد فخري لما نزل لعب فعلا ناحيه لعب باك رايت، ولعب خالد فتاح لعب ناحيه الشمال، كان في تغييرات في الملعب على فكره، في على فكره خالد
لما بتجيب صفقه ايمن انت ما بتجيبش صفقه عشان مكان، الذكاء في الصفقات بيجيب الصفقه لاكتر مكان ممكن تلعب في اكتر. خالد من الصفقات اللي هي النادي الاهلي تعامل معاها بذكاء كويس قوي، انك بيلعب بكرايت كويس قوي، بيلعب مساك كويس، واما لعبت بكريفت النهارده ما حسيتش ان في مشاكل. صح. يعني لما يعني كابتن شيف وكابتن عادل قالوا كده الماتش اللي فات، قال لك ما كنتش معاكم الماتش اللي فات، لما انا ولا انا اداني كلمتين حلوين، هو اداني كلمتين حلوين انا بدي له الكلمتين حلوين برضه. الله يخليك كابتن ايمن. يعني جميل قوي يبقى عندك لاعب تقدر تتحكم في 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 الاماكن في الملعب نفسها. انت بتلعب بخالد بس لما يكون عندك مشكله بمكان، لكن انت عندك الحمد لله علي معلول وموجود كوكا وموجود محمد اشرف وبعدين خالد كمان. النهارده محمد النهارده فخر لعب ناحيه اليمين، ما حسيتش برده ان في مشكله حصلت للنادي الاهلي ناحيه اليمين. مظبوط. لان الناس كلها بتأدي كويس قوي، البنك الاهلي ملوش خطوره تذكر، يعني حتى لو بيلعب لعب مفتوح لكن ما فيش تهديد. لو جبت كده ملخص حتى الشوط الثاني مفيش تهديد جه للشناوي اللي هو يقلقك. هو يا جماعه لا لازم نخاف احسن، ده 1-0 نتيجه مقلقه، ده 1-0 نتيجه مقلقه، بس انت مش قلقان لان هجوم البنك الاهلي مش مقلق، مش عامل لك ضغط، مش قلقك، بالعكس انت بتدور على الهدف الثاني وانت مش قلقان. لكن الحمد لله 3 نقاط مهمين، بعدت صداره الدوري، طمنت على لعيبتك اللي كانت مصابه، يمكن بيرساو كان اكثرهم بقاله فتره كبيره قوي، والحمد لله خرجت ما فيش اصابات. انا بس يعني هركوكا خرج تغيير فني او تغيير في الملعب او لو في حاجه برضو ممكن ابقى نعرف اثناء الاستوديو، لكن طبعا الحمد لله على المكسب، 3 نقاط كانوا مهمين جدا. الحمد لله رب العالمين. كابتن عادل الف مبروك، فوز غالي. يعني الجميل انك هتقفل صفحه وانت مرتاح، يعني صحيح. انت هتقفل صفحه مؤقته لكاس العالم، انا عارف دلوقتي ان هم هيريحوا، لازم هياخدوا راحه يوم ولا حاجه ولا يومين للفرقه كلها، وبعدين يبدا بقى رحله يوم 29 ان شاء الله. يوم 29 وبعدين يدخل على كاس العالم للانديه. انت ارتحت بلعيبه كتيره، عملت تنافس جيد، عندك اكتر من لاعب بيلعب جوكر. يمكن الكابتن علاء قال كلمه مهمه عايز اتكلم عليها، اللي هي بتاعت انك تجيب لعيب من بره بيلعب جوكر. اضيف كمان مع كابتن علاء اقول ايه، انه الانديه الكبيره غير الانديه الصغيره. الانديه الكبيره انديه مش لازم يجيبوا لعيب بلعيب، ومش لازم يجيب لعيب في الانتقالات الشتويه يلعب كاساسي، خلي بالك من دي عشان بس الناس تبقى فاهمه، لانه ده نادي كبير عنده نجوم كتير، اللي بيجيب لعيب في الشتويه وبيلعبه اساسي ده بيبقى الراجل يعني ما عندوش نجوم كتير، رغم ان ممكن فرقه كبيره تجيب لعيب، بس تجيب لعيب سوبر. ايوه، اللي هو اللعيب اللي يعني مثلا حد تقيل قوي هيجي يلعب، هو اللي هيجي يلعب. لكن في الانديه في الكره المصريه لحد ما فيش لعيب من بره يقدر تقول عليه انه يجي يلعب، انا بكلمك من الدوري المحلي، انه يجي يلعب اساسي في النادي الاهلي عن اللعيبه دي، لان احنا شايفين معظم اللعيبه شبه بعض، يعني معظم اللعيبه في مصر شبه بعض. تقدر تتكلم على انك انت عملت صفقه كويسه، جبت لعيب بيلعب جوكر، وكمان المدرب بدا يعني يشغله في اكتر من مكان بيثق فيه، لانه عنده عناصر اللعبه. خالد عنده عناصر اللعب، عنده السرعه، عنده قوه، عنده فكر. بس يعني بتبقى مستغربه شويه مثلا ان هو يعني مثلا خالد مركزه الاصلي رايت باك او ظهير ايمن، تمام، ويلعب سيرد باك. الماتش اللي فات كان مجازفه من مستر كولر وانه واثق فيه، لعبه في القلب. النهارده الشوط الثاني لجأ ان هو يلعبه ناحيه الشمال، تمام، مع ان هو يعني في القلب ناحيه الشمال. عارف ايمن ما لعبهاش كتير، لو حد الكولر يا عادل مش الزمالك كان لعب محمد هاني المساك جوه، مظبوط، لان محمد هاني لعب في المكان ده كتير. مظبوط، كلنا قلنا كده. الحته دي بقى يا كابتن نركز بقى في ثانيه واحده، ان انت بتتكلم على اللعيب انت جايبه ممكن تلعبه في المكان ده والمكان ده، هو ارض الملعب كله ايه؟ انت دلوقتي مركز الكوره ايه؟ انت بتلعب كلها سمول جيم، يعني بتلعب في حته في منطقه صغيره، يعني انت مش لازم عندك، طالما عندك سرعه وعندك فكر تقدر ومهاره نسبيه تقدر تلعب في اي مكان في الملعب. دي مهمه جدا، لانه بس عايز اقول لك حاجه، لا هقول لكم ليه، هقول لكم اقنعكم، قلت اهم حاجه اللاعب اللي عنده سرعه طبعا وفكر يقدر يعني. طب استنى اقول لكم حاجه، انا بلعب باك رايت، لحظه، انا بلعب باك رايت، ماشي، قمت رايح
ودخلت على سيرد باك علشان التغطية العكسية. في اللحظة دي انا ايه؟ ماشي بس مش طول الماتش. خليني اقول لك. لا بس خليني اقول لك. انت في لعبة. طب خليني اكمل بس وجهة نظري يا كابتن ونشوف. بدخل سيرد باك. ماشي صح. ده في كورة. الكورة اللي بعديها ببقى هاف رايت علشان بروح بشوف. الكورة اللي بعديها ببقى طرف يمين عشان اعمل الكروس. لحظة. الكورة اللي بعديها ممكن اشق من القلب ابقى نص ملعب. كرة القدم في الوقت الحالي ما بقتش زي زمان المركزية انك انت تتمركز وتتقوقع في مكانك. بس في مراكز. مراكز بس سيرد باكات. لا وسيرد باك. باك رايت تلعب. الباك رايت يا كابتن دلوقتي طرق اللعبة اتغيرت. انا ملعب باك رايت. طب انا ممكن العب باك رايت سيرد باك. لا أيوة دي صح. الفلات. دي صح. انا بتكلم انه من ظهير ايمن يروح ظهير ايسر. لا. وانا اللي عدلته. وماله. لا. وماله. اقول لك ليه. اقول لك ليه. اتفضل. هو دلوقتي انت عندك خلينا نبقى واقعيين. عندك علي معلول ابعد واحد في الباك ليفت عندك. اقوى واحد. ايوه صح. طبعا. اللي بعد علي معلول كوكا اصغر. لسه بدري. عندك كوكا كمان نص ملعب. عندك مين تاني يقدر. اشرف ما يقدرش. مش ايمن اشرف اسمه محمد اشرف. محمد اشرف بعيد عن علي معلول قوي. فهو بيجيب واحد عنده ثقه وخبرات. وبعدين هو عايز يكتر لخالد المكان لانه خالد لعيب كويس. واحنا جبناه في الشتوي. فلازم تستخدمه. فانت بتوسع له مساحته. يعني وبعدين دي تحسب للاعب وتحسب للمدرب انه بيثق فيه. ما هو دي حاجه مهمه جدا انك انت تثق. يعني كان عنده ثقه فيه في ماتش الزمالك وصعبه جدا. انا بقول طبعا نفسي اقول لكابتن علاء. انا كنت معترض ساعتها كابتن علاء. انا اتكلم بمنتهى الامانه قلت يا ليه دخلهاني. لان لو اخطا خالد في اول مباراه ليه. فخالد لسه جايبينه حتى عادل عشان هاني لعب كتير كذا لا وكمان عنده رصيد عند الناس. هاني لعب كتير في النادي الاهلي. لكن انا اول ما ابينك للنادي طلع واثق في اللعيب. فثق فيه كويس وده ناحيه الشمال ادى. يعني هو عنده روح كمان. ادى اللي عليه. وبعدين انت عارف انا متخيل مستر كولر كان قاعد النهارده في المباراه عامل ازاي. انه عاوز يخلص من المرحله دي عشان عنده مرحله صعبه قوي بتاعت كاس العالم. يعني هو كان عايز يطلع بالمكسب. يخلص بالمكسب علشان انت لازم تجمع. شوف الراحه النفسيه اللي انت فيها في الوقت الحالي مش يقول لك ان انت خدت دوري. لسه بدري على الدوري. ما حدش يتكلم عليه الا بص يا كابتن انا عندي قناعه انت ما خدتش دوري لما يبقى عندك مزبوط. خمس ماتشات وليك 17 بونت او 16 بونت. يبقى لو خسرتهم كل الماتشات بتاعتك تبقى انت بطل الدوري. انا دي قناعتي في الكوره. فعلشان كده انا بقول لك انه الفتره دي فتره صعبه على النادي الاهلي. هيجي يلعب خالد ومحمد هاني وانت عندك اماكن فلسه الى الان فيها لاعب ولاعب بعيد. انت قصدك فتره ما بعد كاس العالم لما يبقى في ضغط في المباريات. انا بكلمك كمان يا كابتن على ايه. بكلمك ناحيه تدريبيه شويه. كاتشانه عندي مدرب. ماشي. انك انت دلوقتي في الوقت ده عندك مكانين في الملعب اللعيبه بعاد عن بعض. يعني علي معلول حاجه كبيره قوي. اللي بعده بعيد قوي عن علي معلول. هو لعيب كويس بس لا بعيد عن علي معلول. عندك الناحيه اليمين محمد هاني واللي بعده كان مفيش لان اكرم اتعور. فانت دلوقتي جبت خالد. انت فاهم. دي كانت اكتر مكانين. انت اكتر مكانين عندك مشكله فيهم حته السرد باك. انت بدات دلوقتي عندك اصابه عبد المنعم واصابه ياسر. فانت عوضت برامي. رامي عوضك في الفتره دي. ان شاء الله رامي يكمل. ورامي من اللعيبه الكبار وكباتن النادي الاهلي. رامي روحه عالي قوي وجدع طول عمره. يعني ده يعني احنا شفناه عنده 6 7 و8 سنين. يعني كنا بنمرنه كابتن علاء كمان مرنه. فاحنا بنتكلم على روح عاليه. فانت بدات تعمل لعيب وبديله. وبدأ مستر كولر يعرف الشخصية المصرية. لأن دي صعبة. أنت بتتعامل مع اللاعبين كمدرب أجنبي. أول ما بتيجي بتتعامل معهم بالمفترض أنه بيتعامل بيه الأجانب. اللاعب المصري ليه برضو عاداته وسماته وصفاته. يجب أنك أنت تعرف توصله إزاي. أنا واثق أنه بدأ يوصل لهم بنسبه كبيره قوي. ولسه هيوصل لهم اكتر. تحس ان هو
يعني التحسن بيجي عن ماتش وماتش، عن فتره وفتره. يعني هو بدا فتره الاعداد ها، وبعدين بدانا كويس، وبعدين كان في خلل حاجه بسيطه، وبعدين رجعنا تاني، وان شاء الله هنكمل وهنكمل وهنكمل. والتدعيمات بتاعته جيده، يعني انا بعتبر ان التدعيم بتاعه جيد جدا. جاله لعيبه غير اللعيبه المتواجده، يعني انت لو مسكت فرقه النادي الاهلي من البدايه قبل التدعيم وقبل اي حاجه، انت افضل لاعبين في مصر، دي حقيقه، واكثر عددا. يعني انت لما تيجي تتكلم على لعيبه النادي الاهلي ممكن تطلع من 15 ل 16 ل 17 لعيب كويس من افضل لعيبه مصر، 17 18 لعيب. يعني ما خلينيش اكلمك يعني اتكلم كلام زياده، لا انا بكلمك كلام مظبوط. انت قصدك ان هو 16 17 لعيب يمكن الاعتماد عليهم؟ لا مش اعتماد عليهم، احسن لعيبه النهارده. يعني اكثر، يعني انا عندي 30 لعيب، وعندي انديه انا بقول لك لو طلعت 16 احسن 16 17 لعيب، هتلاقي في النادي الاهلي من ال 16 او احسن 20 لعيب في مصر، هتلاقي في النادي الاهلي حوالي 12 13 لعيب. ودي حاجه كويسه لنادي، غير اللعيبه اللي هم الموجودين اللي يسندوك اللي يشتغلوا معاك طول السنه، غير انك انت بتعمل ناحيه تنظيميه، غير انت نادي منتظم اداريا كويس وجيد، بيدولك الحريه كمدرب. انا احيانا واحد اشتغل في حتت كتيره يا كابتن ايمن، اكتر حاجه يتمناها سياسه النادي الاهلي اللي هي ايه؟ افعل ما تشاء وحاسبك اخر السنه. ودي حاجه جميله، وبعدين يحموك حمايه غير عاديه. أيوة. ان هو حتى لو اخفق هم بيقفوا جنبك لحد ما ليه، لانه نادي كبير، مش هي احنا ولا بنفرح بسرعه ولا سب القطعه ولا بنزعل بسرعه. فانت أيوة. فاي مدرب يتمنى المناخ الجميل ده، المناخ الاداري اللي يخليك تشتغل براحتك. صح. انا راجل شفت كتير قوي، كنا بتعذب مع الادارات يتدخلوا معاك ويتكلموا معاك، لكن لا، النادي الاهلي لا، النادي الاهلي بيديك حريه تشتغل زي ما انت عايز. علشان كده وده سيستم من قديم الازل، من زمان جدا، المدرب يجي ياخد امكانياته رغم ان الكوره اتغيرت. يعني يجب برضو ان المدرب ما يبقاش ليه حريه مطلقه في اعاد وتمشيه اللاعبين. ليه؟ لان المدرب ما بقناش زي زمان، مش ممكن المدرب يقعد خمس ست سبع سنين، المدرب ممكن يلعب سنه او اتنين. فانت ممكن يكون وجهه نظرك في عادل كويسه، والمدرب الاخر في عادل، يبقى لازم اللجان هي اللي تشتغل، اللي هي اللي تظبط الفريق. صح. كابتن بلال الف مبروك. الله يخليك. فوز زي ما قلنا مهم وضروري زي ما قالوا كباتننا قبل الذهاب لكاس العالم مباشره ان شاء الله. بس كان عندك تعليق على الكلام بتاع الكابتن عادل بتاعت حته المراكز وتغييرها، يعني فممكن نتكلم في الحاجتين. لا انا قصدي اقول يا كابتن، يعني كابتن عادل بيتكلم كلام محترم جدا، هو بيتكلم على ان المراكز اصبحت مبروك الاول متشابه. الله يبارك فيك على ايه؟ على المكسب. يعني عايز اقول لك ايه؟ لا والله يا ابدا، لا والله يا ابدا، انا قلت حاجه. اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا كابتن، اتفضل كمل يا بني. كمل، اتفضل يا كابتن. ماشي يا كابتن عادل، حاضر. خلينا نضحك. يلا. لا انا ما اقصدش، بس احنا مبسوطين. الحمد لله رب العالمين. عارف انت حبيبي يا كابتن. لا ومبسوطين بعد ماتش الزمالك. بتهيألي احنا مبسوطين بزياده. الحمد لله كده حلو. ايه؟ الحمد لله كده رضا. الحمد لله بينك وبين الخامس 11 نقطة. الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين. مش علاقة بالتاني والتالت دلوقتي. لا لا. احنا ولا الرابع. ايه؟ ولا الرابع. احنا خايفين عليه ينزل بس. لا لا ربنا يستر. لا 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 انا احتاج لو لا انا عن نفسي اقدم احتجاج. خلينا في الماتش. هطالب بالغاء الدوري الحقيقة. خلينا في الماتش. خلينا في الماتش. خلينا في الماتش يا كابتن. كابتن عادل بيقول كلام محترم. هو بيتكلم عن الوظائف بتاعت اللعيبه. أيوة. في الملعب. انا مختلف في جزء معين. بص انا اتفق معاه في اجزاء كتيره، بس اختلف في حته بس بسيطه صغيره. يعني الاجزاء اللي نتفق فيها مع كابتن عادل، ان هو اتكلم كلام واضح، بيتكلم عن اللعيبه اللي عندها مهاره وسرعه وقوه تقدر تشتغل في اي مركز. مظبوط. ده مليون في الميه.
بس خد بالك في مراكز في الملعب حساسه. بعض المراكز. بعض المراكز مش كل المراكز. يعني انا النهارده مثلا هقول لك على حاجه يا كابتن، انا النهارده دايما الوينجرز تمام، سواء اذا كان الرايت باك والليفت باك، الليفت وينج والرايت وينج، هو دايما بيلعب ضد اثنين مش واحد، بيلعب ضد الخط بيلعب ضد اللعيب في الخصم في الملعب. فمهم جدا جدا خد بالك على حته نقطه الليفت والرايت في الباكات بالذات، يعني تحديدا ان هو خد بالك العدله بتبقى مهمه جدا جدا جدا، لان فيها بناء هجمه، فيها دفاع، فيها وقفه، فيها حاجات كتيره جدا جدا. ممكن تستغله في بعض الاوقات انه يلعب في عكس اتجاهه اذا لازم الامر، خد بالك لو انت خلاص ما عندكش بدايل زي ما كان بيلعب احمد فتحي زمان، زي ما كان يعني في لعيبه كتيره جدا قامت ببعض الواجبات دي، بس لازم يبقى عنده نمط دفاعي قوي جدا 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 جدا. يعني مش اي حد يعمل الحته دي، يعني ما ينفعش تجيب معلول بصفاته تحطه في الرايت باك، استحاله، مش هديك ب 10 جنيه تمام. لكن هو في الليفت باك مميز، مميز جدا. طب هل ينفع يلعب وينج؟ لا. ليه؟ لان عالي من مميزاته الانطلاقات، هو بيحب ينطلق، ما بيحبش يستلم بضاء، يعني بيجي من غير كوره. بيجي يحب يجي من غير كوره، فعشان تجيبه يلعب وينج هتبقى صعب عليه، هتبقى صعبت الدنيا كلها عليه. هو عايز يبقى فري حر، يجي ينطلق من الخلف للامام، يبقى فري، يقدر يعمل سبرنت، يشوف يبقى عنده رؤيه كويسه، يبقى كاشف الملعب عشان يقدر يديك 100% او 90% الحته الهجوميه. صحيح. تمام. انما نستعين بيه في الوينج في بعض الاوقات، ممكن تستعين بيه في الوينج في بعض الاوقات، ما هو علي معلول بيلحق بيه جوين وبيخش ال 18 وبيضم الجو وبيبرز حرب انا بقول بيخش ال 18. لكن المهام الرئيسيه دي تمام، يبقى بتبقى يعني محتاجه تخصصيه قوي يعني لعيب متخصص في الحته دي عشان يديك، خاصه خد بالك في الانديه الكبيره. ليه؟ لان الانديه الكبيره ما بتحتملش الاخطاء البسيطه. بس خليني اقول لك حاجه بس في الحته دي، احيانا ثقه المدير الفني في اللعيب تخليه يعمل اي حاجه. بمعنى زي اللي حصل النهارده مثلا مع خالد عبد الفتاح. نظره المدير الفني ولا ثقته؟ عنده ثقته. نظره المدير الفني في امكانيات اللاعب ده، في امكانيات خالد عبد الفتاح. يعني ثقته النفسيه، خلي بالك هو عارف ان ده عنده الصفات اللي تقدر تخليه نظرته ليه، تقييمه ليه. يعني انا قصدي ان الراجل بس يبقى انتوا مش مختلفين هو معاي. زي المسك. لا لا لا, لا 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 هو مختلف. لا لا قال اللي انا اقول حاجه بس هرجع على ايه؟ على موضوع تغيير المراكز. انت قلت في حاجه معينه. لا الوظائف يعني بتاعت كل مركز يعني مختلفه. لو بقدر لو اقدر العبها لو عندك الوظيفه اقدر العبها، ما عنديش، مش هجازف. لا مش تجازف، انا قصدي مثلا خالد عبد الله. خلص مع بلال. موضوع كبير. خد لا لا اتفضل. بص يعني خد بالك، انا عشان كده بقول لك التخصصيه، ورجعت لك التخصصيه في الاول وفي الاخر تمام. يعني بمعنى ايه؟ انا ممكن يبقى انا مثلا زي اكرم توفيق بلعب كابتن ميد فيلدر، بس بلعب ميد فيلدر يا كابتن علاء بصفات دفاعيه بحته. بالظبط. ممكن العب رايت باك، ممكن العب سيرد باك، لكن مش هلعب 10، مش هلعب 8. لا يعني الامور مختلفه. او حتى رايت باك ممكن هاني تضم لعب سيرد باك شويه. ليه؟ لانه في بعض المهام مشتركه ما بين الرايت باك والسنتر باك مشتركه. عشان كده خالد ممكن يلعب سنتر باك. ليه؟ المهام مشتركه شويه يا كابتن علاء. لكن لو بتلاعب فرقه عندها اطوال استحاله تحطه. ما هي دي الحاجات بقى، يعني التخصصيه التكنيكال اللي المدير الفني بيدور عليها. يعني انا النهارده بلعب سنتر باك، سنتر فورد طويل طوله 100 وحاجه و80، ولعب خالد عبد الفتاح سنتر باك. لا انا عايز اقول لك حاجه، يبقى انا اسف، يبقى انا مدرب مش ماذا افعل؟ مش لا لا لحظه ماذا افعل؟ لحظه يا كابتن، يعني انت اجيب سرد باك يا كابتن؟ هو سرد باك عندك سرد باك مش حاله في اساسي. كمل. لا لا استنى بس، انا عايز اسالك، عايز اقول لك اكمل تكمله يعني. اتفضل. ما ايمن اشرف لعيب قصير حلو، وقعد كام سنه بيلعب سرد باك في النادي الاهلي. بيلعب ليه؟ كان بيلعب سرد باك عشان كان في مشاكل عندنا في الاصابات. لا 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 لا, لا, لا كان مميز. هو عنده الارتقاء عالي جدا، الارتقاء عالي. هو ممكن تبقى جايب لعيب سيرد باك بس قصير شويه، بس عنده كابتن محمد عبد المنعم طويل، مساك كويس. ده محمد منعم يعتبر طويل. لا طويل يا راجل. لا لا عبد المنعم مش طويل. انت بتتكلم على طول في مصر يا كابتن، مش بكلمك على طول في اوروبا. لا لا انا بكلمك على طول في مصر. 180 يعني محمد عبد المنعم عارف كام؟ كام يا كابتن؟ 179. لا يا راجل ازاي؟ لا يا 180 سم بالكتير. محمد عبد المنعم انا كنت بمرنه، هو كان بيقف لي كده. طولي انا عبد المنعم طولي، خد بالك هنا في مصر طويل. لكن انا بكلمك في حاجات
يا كابتن ايمن انا النهارده بقول لك ان لما يكون عندي راس حربه طويل همسكه سيرت باك صغير عشان هو سريع؟ لا لا، في الكره الثابته مش هتمسكه يا لا ولا ولا الكرات الطوليه يا كابتن، مش فاهمني، مش هياخد ولا كوره يا كابتن، هيبقى محطه رئيسيه جدا للفرق اللي قدامك. انا بديك وجهه نظري، انا استحاله يعني انا النهارده لو عندي سيرت باك صغير وهمسكه، يعني انت حتى لو انت مدير فني وعندك اثنين في الملعب، اثنين راسين حرب، تلعب الفرقه الثانيه بتلعب اثنين، هتمسك القصير للطويل؟ لا استحاله. يعني مهما قلت لي يمين شمال استحاله. ليه؟ لان هيبقى عبء عليك، مهما كان سريع، مهما كان قوي، مهما كان مهاراته عاليه، مهما كان بيعمل بيلد اب للهجمه بشكل كويس، لكن هيبقى عندي يعني نقطه سلبيه في الحته دي هيستغلها الخصم في المكان. عشان كده بقول لك التخصص ده اسعاف، اسعاف موقف وخلاص. ان هو ايوه ايوه يا كابتن، انت بقى بقول لك هتقدر مثلا في ماتش من الماتشات تكون مزنوق في حته باش تلعبه باش، وتلاعب باش كل واحد على حسب قدراته. يعني مثلا احنا بنقول ايه؟ شكرا، احنا بنقول يا كابتن الليفت باك ممكن يلعب سنتر باك. ليه؟ عنده عندهم مهام مشتركه في الحته دي، بيعرف يغطي كويس، بيلعب بدماغه، بيقف 18، ممكن يكون طويل شويه. وكذلك السنتر باك ممكن يقوم بدور الليفت باك في بعض الاوقات، في بعض الاوقات في الاحتياج، لكن ما يبقاش ده الاساس بالنسبه لي. يبقى ماتش العب ده وماتش العب ده. في حاجه ثانيه، في حاجه كمان لا حق الرد عشان ارد عليك حالا. اسمح لي بس في حاجه. لا انا مش بغلط. لا لا لا، عشان في حاجه مهمه. هي وجهه نظر. اه لا انا بقول لك، انا لو مدرب هعمل كده يا كابتن، ممكن استعين فيه في بعض الماتشات زي ما خالد. لا انا هرد عليك، لكن مش في كل الماتشات هحط سيرد باك والرايت باك، احط سيرد باك. بقول لك ايه؟ عايز ارد. لا الموضوع الموضوع بلال ما اسمح لي بس. انا المنطقه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي، لو انا قلقان قوي من ان اي لاعب عندي يقدر يغطي في المنطقه دي ويقدر يلعب فيها، انا النادي الاهلي يعني زيارات اللي عليك مش بكام مره، 6-7 مرات في لا ما انت كابتن شريف، كابتن شريف ما هو كمان انا عايز اقول لك على حاجه، لما تيجي تلعب في افريقيا الامر بقى مختلف عن الدوري العام. بقى معاك في الدوري، احنا بنتكلم في الدوري، في الدوري العام انت عندك انت فتحت الموضوع في ظرف طارق جه في مباراه الزمالك، ايقاف لاعب واصابه 2 لعيبه ده حصل. النهارده انت عندك ايه؟ اكتر من بديل يرجع لمكانه في المكان ده. يوم انت فتحت الموضوع وقلت ايمن اشرف يخش، دي شكل فني بالنسبه للمدير الفني. اي حد يقدر يغطي جوه او يلعب، او ادينا شفنا النهارده محاوله لعب باك ليفت مش بنفس القدر اللي احنا قلنا قبل المباراه. قلنا اوعى تقارن كوكا بعلي معلول، ولا تستنى ان كوكا هيبقى قد علي معلول النهارده. فعلى على كوكا يعمل ايه؟ يسهل على نفسه الكوره ويطلع شكله كويس، وده اللي لعبه 45 دقيقه بتبقى ظروف طارئه مش اكتر. ايوه ما ده اللي بنتكلم فيه يا كابتن. انا بقول ايه؟ ممكن تستخدمه في بعض الاوقات، لكن مش طول الوقت تعمل التغييره دي، تعمل الحته دي. ان انا لا طب بس انا اكمل لسه عندك ياسر ابراهيم. لا انا قلت وجهه نظر. لا قلت وجهه نظري. طيب هو قال وجهه نظري وانت لا انتوا فهمتوها. انت عايز تثبتها؟ لحظه لا عايز تثبت اللعب ده هنا؟ لا 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 مش هثبت. انا عايز اقول لك حاجه كابتن، انا عايز اقول حاجه. يعني انت عندك، يعني انت عندك مثلا محمد عبد المنعم سيرد باك اساسي مظبوط، لاعب هلاعب فرقه سان داونز مثلا الفرود 190 مترين أيوة. وده اساسي. عندنا سيرد باك طويل وما بيلعبش، هغيره في المباراه دي عشان الطويل ده؟ مش هيحصل. ما في حاجات يحسها اللي عملها كتير أيوة. انت فاهمني؟ لا دي الكوره دي مش الكوره دي مش موجوده اساسا. أيوة. اه لاعب لعيبه عندي الفكر ده ما أيوة. لاعب لعيب طويل عشان ده اللي انا بقوله بقى لبلال عندي لعيب احيانا في لعيب عندي لعيب عندي رخم واحد، لعيب عندي اساسي طبعا مش هغيره أيوة. عشان عندي وشيب حنفي فضل يلعب في النادي الاهلي بالظبط، في النادي الاهلي لعب 200 ماتش ورا بعض وهو كان اقصر سيرد باك في العالم. ايوه وكان عندنا سيرد باكات اطول منه 5 مرات قاعد يلعب ليه؟ بس كان بيأدي دور كويس جدا. الميزه الميزه ما هو ده اللي انا عاوز اقوله لك، الميزه مش الميزه ده انا بنقي عادل او كابتن شريف على أيوة. طوله ايوه طبعا في مميزات ثانيه كبيره جدا انا بقيس المساك عليها بالظبط. ودايما وجهه نظري مثلا في مساك عادل، مثلا مساك انا ليه وجهه نظري غير مثلا واحد بيلعب في نص الملعب، ده مهارات ده غير مهارات ده، يعني حتى المنطقه او المساحه اللي بيتحرك فيها مختلفه تماما عن الاثنين. عشان كده بالظبط، عشان كده سهل قوي تجيب حد من نص الملعب مثلا بيلعب ناحيه اليمين تروح ملعبه باك رايت. ايوه طبعا وممكن تعمل العكس لو انت شايف كده. لان نفس الوظيفه ده. لانك انت طبيعي في المباراه اللي انت كنت بتتكلم فيه، لكن طبيعي في المباراه انا بروح هناك كتير قوي مش مره ولا اتنين، فانا متعود على المكان نفسه. نفس الكلام ناحيه الشمال، هي بتبقى انا بروح المكان ده كتير ازاي. لكن مثلا ما اجيبش مثلا مساك او اجيب مثلا باك رايت واقول له هتلعب النهارده 9 هنهزر.
طبعا. انت فاهمني انت بتتكلم موضوع بعيد تماما، انا ما بجيش خالص هنا، انا ما بجيش المنطقه دي، لكن انا بلعب على الخط، ممكن اخش، عايز تقول حاجه؟ لا لا، ممكن اخش في نص الملعب، هي ال 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 يعني امكانيات انا في المكان اللي دايما بروح فيه كتير. طبعا صح، فاهمني؟ فبالنسبه لك اتكلمنا عليه، بالنسبه لك هتبقى سهله النفوذ. بالظبط، ما هو ده اللي انت بتشتغل رايت باك، عندك مهام في السنتر باك، بتخش تغطي وتمسك في الكورنر، بالظبط، لانك بتتحرك. بص يا بلال، اثناء المباراه بتخش المكان ده كتير، فانت ما عندكش مشكله. احنا اللي فتحنا الموضوع عشان خالد راح الناحيه العكسيه. ايوه بالظبط، فخالد لما يروح الناحيه العكسيه دي بتبقى ثقه من المدرب زياده. يعني جميل ان المدرب يبقى عنده جوكر واتنين. يعني انا متخيل اللي عنده جوكرين دلوقتي، كان اكرم توفيق وربنا يشفيه كان جوكر، وجوكر مهم كان يدخل نص الملعب ديفندر، ويدخل ممكن سيرد باك احيانا حاجه بسيطه مع بقره اساسي. محمد هاني دلوقتي يقدر يخش في الرايت، ممكن يخش سيرد باك تاني، وممكن يلعب ديفندر بالظبط، ويقدر هي يلعب، بص يا عادل، ويلعب طرف يمين اللي فيها واكرم كان وراه. هي المناقشه كلها، ارانا كلها كابتن شريف وانت وبلال وايمن وانا، الكلام كله على فكره، كلام كل واحد بيتكلم، احنا بنتكلم كله صح، مفيش حد بيغلط التاني، هي كل واحد بس بيقول ايه، ليه لعب في المكان ده، وامكانياتك ايه في المكان ده. كل ده بيتوقف على حاجه مهمه جدا، المدير الفني ثقته فيا قد ايه، وشايفني فين. انت فاهمني؟ هي دي. اي حد غير كولر، لو انت او انت ماسك الفرقه، انا قلت كده، هتلاعب مين؟ انا قلت هاني، انا قلت هاني طبعا. هي دي. هو بقى لا، هو قال هلاعب ده سريع وقوي يمسك المكان. ومحمد هاني في ميزه يا كابتن شريف، بس احنا كنا بنتكلم على محمد هاني ليه يا كابتن علاء؟ لان احنا ما شفناش خالد في التدريبات، ما نعرفوش بالظبط. لكن هو في حاجه كمان يا عادل، محمد هاني بقاله فتره هايل فورمه عاليه في المكان ده، فهو كولر ذكي جدا برضه. انا مش عايز اخسر المكانين. أيوة. انا عايز اخلي هاني زي ما هو، وخالد مش هيحصل لي مش هيحصل مشكله لما يلعب في الحته دي. ونفعت، وكانت على فكره شهاده ميلاد خالد في حته يعني، لا في النادي الاهلي مش في مكانه بالظبط. فده اداك الجرأه ان انت لا ايه اللي فيها، اما اجربها، اجرب خالد هنا وجرب خالد هنا. هايل بالظبط طبعا، يعني عامل ماتش كويس طبعا. بس احيانا وانت مدير فني يا كابتن، لما بتثق بلعيب حتى لما بتعمل المجازفه، انت بتبقى عارف انها مجازفه محسوبه، انت حاسبها كويس. بالظبط حاسبها كويس جدا، على الاقل مش اي حد. بص عنده اهم عناصر، لو مش هاخد منه الحته الهجوميه اللي انا متاكد منها، الحته الدفاعيه انا عندي مضمونه. مظبوط. ودايما انا بدور على الزهراء الاول، بيدافع ازاي وبعدين بيهاجم ازاي. مظبوط. ترجع لاختيارك للاعب، بس في عناصر اختيار اللاعب معظم المصر يعني معظم انديه مصر ما بيعملوهاش، اللي هو انت بتتكلم على الكره العصريه في الوقت الحالي، العناصر بتتغير كل 10 15 سنه. كان الاول مهاره وبعدين بقت قوه ومهاره، دلوقتي بقت سرعه الاول وبعدين المهاره وبعدين الفكر. فانت بتتكلم في امر من اول حاجه بسيطه بسرعه كده قبل ما بطل انا بعد الحادثه يعني، وكان ولعبت فتره كبيره ورجعت تاني وانجلفته. جاء كابتن عبد الوهاب سليم الله يرحمه قال لي، بقول لك ايه، انا بشوفك تلعب باك ليفت دلوقتي تبقى من احسن الناس. ايوه كابتن عبد الوهاب كان عايز يبطلك، كان عنده فكر. لا لا كان عايز يلعبك. الله يرحمه، الله يرحمه. كان عايز يلعبك، ربنا يرحمه. تصدق انا لو كنت صدقت حكايه الباك ليفت دي ولعبت باك ليفت، كان زمانك تلعب زي لحد دلوقتي. كنت طولت سنتين ثلاثه. لا بس ما اعتزلتش. انت استغربت الفكره. بيقول لي ايوه استغربت. انا اللي بودي الفرقه، انا اللي هدافع بالفرقه. فبيبقى في عين للناس الفنيين او وجهه نظر، رؤيه، بيبقوا شايفين حاجه يمكن انت ما كنتش شايفها في نفسك، وتتزرع معاك وثقه في ادائك او ثقه في سرعتك، او زي ما قال عادل وبلال شرح في الحته دي. بس بتبقى ظروف طارئه، مش بتبقى مش هتقعد تفكر فيها دلوقتي. هي ده بتفكر تاني ولا ايه؟ لا خلاص بفكر فيها دلوقتي يا اخي. المحادثه بتاعتك ورجعتني بالزمن. لا ما تاخدش كل كلامنا، هتفكر فيه. انا عجبني النهارده من كتر اللي انتوا قلتوه ده. انا عجبني النهارده لعيب نتل لعب 10 دقايق اسمه بيرستاو. بيرسي انا ما شفتش بيرستاو زي ال 10 دقايق. بيحاول صح، بيحاول. ده نازل وراجع من اصابه بشكل عنده روح وحاسس ايه بقى؟ كمان حاسس بالتيم، انه التيم بيكمل. ايوه بص مهمه، وانا لازم اركز اكتر من كده. وسرعات وشوط وباصي واعمل، وعنده رؤيه في الملعب. بص يا كابتن شريف، المكسب الكبير اللي بنكسبه يعني، قيمته ومست النادي الاهلي في الظروف اللي احنا فيها دي. بلال قال لك في 6 لعيبه متغيرين في التشكيل. كولر النهارده حاطط تشكيل ونازل مباراه ما عندوش 1% قلق. مظبوط. لانه هو عارف اللي نازلين الملعب دول مين، قيمتهم ايه، وهينفذوا ازاي.
الى جانب كمان ايه تمغار سته وفي احتياطي انت النهارده تطمن عليه زي ما تفضلت الوقت قلت بيرستاو نازل وعايز يلعب وعايز يحس ان هو عايز وانا موجود بيحارب بالظبط. فهي دي هي دي ميزه الفرقه الكبيره. انا عايز كل المنافسه تبقى في كل التيم بتاعي 25 او 30 بتاعي جاهزين كويسين قوي طبعا تبقى للمدرب ما عنديش مشكله. بص بس دي حاجه كابتن عادل بص عادل اللوجيك كده يعني بالذكاء كده ست لعيبه يغيبوا عنك على المباراه اللي قبلها كتيره جدا اكيد انت قلقان. وعايز اقول لك حاجه كابتن بس ست في النادي الاهلي و11 قبل بس اقول لك حاجه بالظبط الناس بقى عندها ثقه كبيره جدا جدا خصوصا بعد ماتش الزمالك طبعا بعد ماتش الزمالك انت كان عندك غيابات كتير جدا جدا كويس قدرت تكسب نادي الزمالك 3-0 وعملت شوط ثاني رائع وكان ممكن تجيب الرابع والخامس وانت عندك غيابات كتير غيابات ايه ما حسيتش بيها غيابات ومغارف مغارف في مراكز اللعيبه مراكز اللعيب فبص الناس ما حسيتش على فكره اكتر واحد كان فرحان بمباراه الزمالك كولر كولر طبعا لان لاعب وعنده غيابات لكن لا اللعيبه عشان كده هو دايما انا بقول كلمه هنا بقولها من زمان مش اللقطه دي المدير الفني بيروح النادي الاهلي اقسم بالله يعني اللي بيشوفه اكتر ما يتمناه صحيح يعني مفيش مدير صحيح. فني يتمنى الامكانيات دي والله بتكلم جد عادل والله صح. وكنا قلقانين عليه في المغرب قبل ما يسافر بالغيابات بكل حاجه بالظبط النهارده ما شاء الله كل اللي اتمنيناه ليه قبل ما يطلع المغرب موجود وزياده من مكاسب الماتش يا كابتن كمان المحافظه على هدف الفوز اللي انت جبته الشوط الاول بالظبط وده احنا كنا بنعاني منه كتير جدا السنتين اللي فاتت يقول لك 1-0 نتيجه مش مطمئنه مش مطمئن. لكن انا بتفرج على الشوط الثاني مش انا ما عنديش قلقان مش قلقان بالظبط مش قلقان لاني والله يا كابتن شريك انا دخلت عليك قلت لي ما تخافش يعني انت قلت ايه على الاقل هنطلع بالجول ده ممكن اخطف جول تاني كويس أي. لكن عشان يجي فيه هدف مش حاسس صعب. ان ممكن يحصل يجي فيه هدف لان الخطوره تقريبا منعدمه يعني النهارده لو جبت يعني هايلايتس كده الشناوي الشناوي عمل ايه النهارده كور عاليه كلها كور عاليه حاجات سهله خفيفه فش حاجه خالص العادية. يعني الشناوي كل مباراه او اتنين بينقذ لك انفراد او حاجه النهارده لا لان انت ايمن بمنتهى البساطه مانع اي خطوره توصل لمحمد الشناوي عشان كده ما كانش عندي مشكله النهارده مباراه تضاف النهارده لكولر واللعيبه اللي اتفضل عادل بس في نقطه قويه قوي فعلا فعلا فلنه النادي الاهلي قويه طبعا على الخصم وعلى اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي انت عايز تكسب الزمالك 3 الماتش تقيله لا يا الفرقه اللي بتلعبك المره دي انتوا باشا لا لا انا بتكلم عارف كابتن على ايه زود. انا بتكلم على ايه على الخصم قوي بدليل انت بتلعب الزمالك وانت غايب عندك 11 وبتكسبه بمنتهى السهوله في اخر نص ساعه كان ممكن تجيب اكتر انا قلت لك الاهلي بمحضر وبتبقى تقيله اكتر على مين؟ على اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي صحيح. خلي بالك اللعيب بيبقى عليه ضغط كبير وكبير قوي اللعب هنا غير اللعب بس بص بص يا استاذ ايمن اللعيب اللي بيستحمل التيشيرت بتاع النادي الاهلي وتقله صحيح بيحس ان هو ايوه طبعا اللي ان هو يعني يروح النادي الاهلي دي احسن حاجه حصلت وتحصل له في حياته في حياته مظبوط اكيد انت فاهم يعني اتكلم خالد دلوقتي تلاقيه في منتهى السعاده ولا كلم مروان عطيه مروان تلاقيه طب ما تيجي نروح نشوف مروان عطيه مع زميلنا فاروق صلاح قال ايه بعد المباراه يلا ورهولنا الله عليك من جديد بجد تحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء احرزه محمد شريف وانفراد النادي الاهلي بصداره الدوري المصري، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء ظهوره الاول على شاشه قناه النادي الاهلي مروان عطيه الوافد الجديد للنادي الاهلي. مروان برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، اول ظهور ليك معنا على قناه النادي الاهلي. فوز مهم النهارده فوز غالي بيعزز صداره النادي الاهلي في جدول الدوري. بشكرك حبيبي. الحمد لله على الثلاثه بونت كان ماتش مهم جدا وبنلعب فرقه طالعه من خساره الماتش اللي فات من الاتحاد السكندري، فرقه كويسه بتلعب كوره فالحمد لله يعني قدرنا ناخد الثلاثه بونت الحمد لله يعني. مروان عطيه خلال ايام شفت ازاي حب جماهير النادي الاهلي وانت عارف ان ارتداء قميص النادي الاهلي مسؤوليه كبيره، اسعاد جماهير النادي الاهلي مسؤوليه اكبر. اكيد طبعا اللي يلعب في النادي الاهلي لازم يكون قد التيشيرت وقد المسؤوليه، والحمد لله من الواحد من اول ما دخل النادي في اول يوم وهو الحمد لله يعني قادر ان هو يشيل المسؤوليه وقادر على المهمه الصعبه دي، وان شاء الله نفرح الجمهور. وانا من اول يوم دخلت في النادي ودخلت اوضه اللبس مش حاسس ان انا غريب، فعلا اللعيبه كلها والجهاز والعمال والاداره كله استقبلني فعلا استقبال كويس جدا وما حسيتش ان انا غريب، والحمد لله خطوه عن خطوه الحمد لله الواحد بيمشي بصفه مستمره الحمد لله. مروان واحد من اللعيبه اللي يعني ثقه الجمهور فيه كتير وكان مطلب من مطالب يعني اداره النادي الاهلي بالتعاقد مع مروان،
شفت الامر ده ازاي؟ وعايز اكلمك على دور ايضا محمد الشناوي كباتن الفريق في تسهيل الامور دي، لان اول معسكر ليك انا شفتك مش حاسك غريب على النادي الاهلي. لا طبعا، انا بقول لحضرتك من اول يوم دخلت فيه النادي وانا دخلت في وسط اللعيبه قابلتني بشكل كويس، ما حسيتش ان انا غريب، عشان كده دخلت في الاجواء بسرعه، والحمد لله يعني ان شاء الله الواحد يقدم اكتر واكتر الفتره الجايه مع النادي باذن الله، ويفرح جمهور يعني مش جمهور، شعب الاهلي، وبشكرهم على دعمهم ليا من اول يوم دخلت فيه النادي، وان شاء الله ابقى ادي الثقه دي باذن الله الفتره اللي جايه. بعد ارتداء قميص النادي الاهلي بايام، النادي الاهلي هيلعب كاس عالم، اعتقد بيبقى حلم كبير جدا، ويعني جزء من احلامك بيتحقق خلال ايام مروان موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم. اعتقد كان حلم اكيد بتحلم ان انت تكون موجود في كاس العالم مع النادي الاهلي. اكيد طبعا، انا والدتي الله يرحمها ده عيالي زي ما بيقولوا، يعني يعتبر اسبوع تاخد تروح بعدها باسبوع تروح كاس العالم للانديه، فدي حاجه كبيره وان شاء الله ومسؤوليه اكبر ان شاء الله، يعني الواحد يكون قدها وباذن الله نروح نحقق مركز كويس باذن الله ونرجع ان شاء الله ونشرف الجمهور ونشرف النادي باذن الله. انا عارف ان اسرتك قاموا معاك بدور كبير، عايز تقول لهم ايه؟ ويعني والدتك الله يرحمها لو حابب تقول لها حاجه دلوقتي وانت بتحقق يعني حلم كان من احلامها ارتدائك لقميص النادي الاهلي، تحب تقول لها ايه؟ احب والله الله يرحمك يعني ويدخلك في ساحة جناته، وكان نفسي تكوني معايا في لحظه زي دي، بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وبشكر اهلي، بشكر والدي واخواتي وخطيبتي، فعلا قاموا معايا بمجهود كبير جدا وبشكرهم، وكل اللي انا فيه ده دلوقتي بفضلهم الحمد لله. يعني اخيرا يا مروان، جماهير النادي الاهلي او اي حد بيتكلم على اللعيب اللي جاي النادي الاهلي اول كلمه بيقول عليها لابس شخصية النادي الأهلي قبل ما تتكلم على إمكانيات أو إمكانيات، مروان واحد من اللعيبة اللي شخصية النادي الأهلي. الحمد لله، الحمد لله إن شاء الله يعني كده أبقى أداها، وبإذن الفترة اللي جاية بإذن الله يعني أبقى أدي الكلام الكويس اللي بيتقال عليا إن شاء الله. شكرا يا مروان وبالتوفيق بإذن الله. حبيبي ربنا يخليك، تسلم لي يا رب. كابتن أيمن، ده كان لقانا طبعا مع مروان عطية لاعب النادي الأهلي في ظهوره الأول على شاشة قناة النادي الأهلي، مبروك للنادي الأهلي وفوزه على فريق البنك الأهلي. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. شفنا طبعا سعادة مروان في الملعب إن هو لابس تيشيرت النادي الأهلي، صحيح. نقلة كبيرة جدا، نقلة في حياته كمان، حياته الكرويه، نقله فيما بعد. يعني كلنا حسيناها. فان شاء الله بالتوفيق لمروان وكل اللعيبه، كل الصفقات الجديده، كل لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه، فتره صعبه جدا زي ما قالوا كباتننا الكبار. كابتن شريف، لو دخلنا على التغييرات اللي عملها النهارده مستر كولر، هنلاقي محمد فخري مكان كوكا في الدقيقه 46. انا كنت طالب ان اي حد ينزل في المكان ده لنص الملعب. ولكن طبعا فخري نزل كظهير ايمن وحصل تبديل. اي حد بشكل الشوط الاولاني ده مش هيلعب ب 3 4 3، يعني مش هيغير طريقه اسلوبه ولا حاجه بالتفكير اللي انا كان نفسي يبقى موجود، ولكن كان محمد فخري عامل مكمل للنص الملعب برضه، الراجل بيلعب باك رايت ويقدر يكمل، فكان تفكير كويس قوي من المدير الفني يعني. فكان واضح جدا ان من الشوط الاول ان كوكا النهارده مش هيقدر يسد الفراغ ده يعني. ده التغيير اللي قدامنا اللي هو ده طاهر محمد طاهر، ده ايه؟ ده فخري هو ده التغيير كده، كان فخري نازل مكان كوكا في الدقيقة 46. ان هو هيغير طريقة اللعب، ولكن احتفظ بفخري وغير التغيير اللي بقالنا ساعة بنتكلم فيها خالد عبد الفتاح. صحيح. طيب نروح مرة تانية لزميلنا فاروق صلاح والقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. من جديد ده بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوف الكرام وبكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه في غايه الصعوبه، وقلنا ان هي واحده من المحطات الصعبه للنادي الاهلي، عشان نتكلم بشكل مستفيض سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. كابتن سامي، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مواجهه صعبه جايه في توقيت صعب بعد مباراه الزمالك وقبل كاس العالم في بروفه اخيره، بيزيد من صعوبتها حاله الغيابات المستمره في النادي الاهلي. يعني خلينا الاول الحمد لله على اساس نقاط، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا، اساس نقاط مهمين جدا زي ما انت قلت، وراجل حذر قبل كده من مباراه النهارده، ودايما بعد المباريات الكبيره بيحصل يعني مش عاوز اقول دروب، لكن بيحصل يعني مش بتبقى بنفس الدوافع. الراجل اتكلم في النقطه ديت، واتكلم في المحاضره، واتكلم بين الشوطين،
كان بيأكد على المعلومة دي كتير جدا يعني، واحنا نفس القصة كدورنا، وكابتن سعيد اتكلم في النقطة دي. يمكن برضو الغيابات اللي انت اتكلمت عليها برضو شكل الفرقة أثرت عليها، يمكن كان عندنا كذا تغييرة في الملعب يعني. النهاردة كان هاني حس بشد خفيف امبارح، حسين شحاتة عنده رشح في ركبته برضو خفيف، علي معلول الراجل فضل اللي هو يريحه، فكان برضو لما بتغير 3-4 لعيبة اعتقد بتاثر شويه على الاداء يعني. لكن الاهم ان احنا اخذنا 3 نقاط، وده بالنسبه لنا التحدي الكبير يعني، وان شاء الله بقى نركز في البطوله الكبيره اللي بالنسبه لنا، وطموح كبير ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه ابعد من اللي احنا حققناها ان شاء الله. كابتن سامي، انا عارف ان في تفاصيل كتير جدا شغالين عليها كجهاز فني خلال الفتره الماضيه، مباراه بعد الثانيه كل مباراه اصعب من المباراه اللي قبلها، لكن عايز اسال حضرتك، هل تعثر المنافس فريق فيوتشر ونتيجه التعادل النهارده ادت ارتياحيه شويه للاعب النادي الاهلي؟ انا عارف ان مستر مارسيل كولر وانتم كجهاز طالبين من اللعيبه ان هي ما تركزش مع المنافس، افوز في كل المباريات بتاعتي. هو ده اللي الراجل بياكد عليه كل مره يعني، ان الاهم ان انت عشان تاخد البطوله، بطوله الدوري، لازم انت اللي تكسب الاول يعني، مش هتقعد تنتظر تعثر المنافسين يعني. لكن طبعا بتستفاد طبعا من التعثر ده، ودي حاجه طبيعيه. النهارده بالنسبه لنا النهارده الزمالك بيخسر وفيوتشر بيتعادل، مش عارف بيراميدز عامل ايه لحد دلوقتي يعني، لكن بغض النظر عن النتيجه يعني الحمد لله حاجه ايجابيه ان انت تواصل انتصاراتك وتواصل المكسب وتاخد 3 نقاط مهمين جدا، فاعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه جدا يعني. لكن زي ما انا قلت يعني، خلاص دي صفحه واتقفلت بالنسبه لنا، عندنا بقى تحدي تاني وطوله كبيره جدا يعني، بتمثل مصر وبتمثل قاره افريقيا، عندنا طموح كبير جدا، اللعيبه نفس القصه عندها نفس الطموح، اللي عاوزه تروح لابعد مكان في كاس العالم ان شاء الله، ونلعب على المباراه النهائيه. فاستعدادنا بقى ان شاء الله من بكره، وان شاء الله السفر يبقى يوم 28، وان شاء الله نركز ان شاء الله يعني. كابتن سامي، انا عارف ان انت قريب كتير جدا من المستر مارسيل كولر، وفي كلام كتير جدا بيدورك بين، اكيد ضر كلام على كاس العالم والتفكير في كاس العالم، النادي الاهلي بدا يستعيد بعض اللعيبه المصابين قبل كاس العالم، المشاركه هذا العام مختلفه، ايه ابرز الامور اللي بيتكلم فيها عن التحضيرات لكاس العالم؟ اكيد هو بيسال يعني على الاجواء عامله ازاي، وطبعا كان عارف النتائج اللي احنا عملناها يمكن السنتين اللي فاتوا، عارف شكل الفرقه، وطبعا هو راجل متابع لكل دي بطوله عالميه يعني، كل مدربين العالم اكيد بيتابعوها يعني، عنده طموح كبير جدا لو يحقق حاجه ايجابيه ويضيف حاجه كبيره جديده للنادي الاهلي، عنده طموح كبير جدا، وجهاز نفس القصه عنده نفس الطموح دوت، ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه ونعمل حاجه ايجابيه باذن الله. المرونه التكتيكيه اللي بتدوها للاعيبه، شفنا خالد عبد الفتاح في 3 مباريات بيلعب في 3 مراكز، شفناه بدا كباك رايت، بعد كده بيلعب مساك، النهارده بيلعب كظهير ايسر، اعتقد دي امور مهمه جدا بتبقى في اختياركم لاختيار اللعيب اللي فعلا يلبس قميص النادي الاهلي. وده اللي احنا اتكلمنا عليه سبب اختيارنا لخالد يعني، طبعا خالد عنده مرونه اللي هو يلعب في كذا مركز يعني. النهارده لعب باك رايت وباك ليفت، والماتش اللي فات لعب مساك، فدي حاجه برده ايجابيه، والراجل بيحاول اللعيبه برده بقى عندها كذا اوبشن اللي هي تلعب في كذا مكان. النهارده فخري برده بيلعب النهارده باك رايت في اول مره، يؤدي برضو اداء مميز بالنسبه لاول مره بيشارك في مكان زي دوت يعني، حاجه جديده، فالحمد لله حاجه كويسه بالنسبه لنا يعني. طاهر النهارده برضو بعد غياب كبير جدا بيؤدي اداء مميز فنيا وبدنيا، بيرستاو بعد غياب برضو كبير بيرجع لنا تاني الحمد لله باضافه، السوليه برضو الحمد لله بنطمن عليه النهارده، حاجه برضو من الحاجات الايجابيه، فاعتقد الحمد لله يعني الامور بالنسبه لنا ان شاء الله تمشي على زي ما الراجل يعني يتمناها، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق في الاخر ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، توعدوا الجماهير بايه قبل السفر للمغرب؟ اعتقد دور كبير جدا لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت مع الفريق. طبعا اولا بشكرهم طبعا النهارده برضو نفس الدعم اللي بيعملوه كل مره لينا واللعيبه، التحفيز اللي بيعملوه، الدوافع اللي بيدوها اللعيبه، طبعا بشكرهم طبعا عليه، واتمنى ان شاء الله ان احنا كل مرة بنتكلم فيها اللي احنا عاوزين هنقاتل عشان نحاول نوصل لأحسن حاجة عشان إسعاد جمهور النادي الأهلي، اللي بالنسبة لنا هو ده التحدي الأكبر يعني. أتمنى إن شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق، وإن شاء الله نوصل لمكانة إن شاء الله ترضي جمهور النادي الأهلي بإذن الله. كابتن سامي، والتوفيق. كابتن ايمن، ده كان لقاء طبعا مع الكابتن سامي مصون المدرب الفريق النادي الاهلي، طبعا اتكلم كلام مهم، وتحضيرات النادي الاهلي للسفر لكاس العالم، 3 نقاط غاليه بيضافوا لرصيد النادي الاهلي ان شاء الله يعني، يستكمل مشواره عقب العوده ان شاء الله متوج، وان شاء الله ويكون مكلل بميداليه في كاس العالم للانديه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن علاء، بقيه التغييرات كان قفشه مكان مروان عطيه في الدقيقه 62، وعمرو السوليه طمنا عليه النهارده الحمد لله بعد عودته من الاصابه مكان
حمدي فتحي في الدقيقه 62 ايضا. طيب هو بس كابتن شريف كان هيقول لك ان كوكا اشتكى من الخلفيه. كوكا اشتكى من الخلفيه. هو تغيير برضه احنا يعني هو ما قصرش جامد واحنا كان فيه كتير بس هو كان اكيد فجاه وقف في الملعب كده ما كانش قادر يعمل حاجه جت في الخلفيه. طيب كويس هو كان اضطراري يعني ان برضه كولر النقله اللي عملها دي اكيد كان مضطر لكن قفشه مكان مروان عطيه يعني تغييره عادة توقعها او بلال يعني حد من الاثنين قال ان محتاج حد يزق الحته الثلث الاخير بقى قدام لان كمان البنك الاهلي بقى في الدقيقه 62 ايمن بقت الخطوط المساحات موجوده كتير موجوده هو تفكير طبعا ممتاز من كولر ان هو يدفع بقفشه ممكن يعمل تمريره ممكن يوصل هو للجول ممكن تسديده فكانت تغييره اعتقد ان هي تغييره موفقه جدا السلام حمدي تغيير مكان بمكان لكن كان مهم السلام ياخد جزء النهارده يطمن عليه صحيح. مفيش حد في الاستوديو كان مش ما عندوش ادنى شك ان النهارده عمرو هيلعب السوليه لازم يلعب النهارده يطمن عليه ان شاء الله قبل ما يسافر على المغرب وشويه لعبه والحمد لله اطمن عليه عشان كده بقول لك النهارده المباراه كانت مد كولر ارتياحيه كويسه ان هو ممكن كل اللي هو رسمه قبل المباراه ما هو المدير الفني ايمن هو ما بيفكرش في عمرو كده لا فجاه لا هو عارف النهارده لو الامور كويسه عمرو ممكن ياخد له ربع ساعه 25 دقيقه فالنهارده الحمد لله طمنا على عمرو وبيرسي تو مكان عادل وبيرسي تو نفس الكلام نفس الكلام مع عادل او بلال بقى طيب نروح نشوف مستر كولر في المؤتمر الصحفي قال ايه بعد المباراه Ja, wir wussten, dass das ein sehr schwieriges Spiel wird. Nach dem 3-0-Sieg gegen Samarek ist dann immer wieder natürlich auch schwierig, sich wieder zu fangen in den drei Tagen und dementsprechend sich selber auch zu motivieren und diese Energie abzurufen. احنا كنا عارفين ان الماتش مش هيكون سهل هيكون ماتش صعب علينا بعد ماتش الزمالك ان الواحد في خلال 48 ساعه يقدر بعد فرحه ماتش الزمالك والطاقه اللي اتبذلت في ماتش الزمالك ان الواحد يرجع تاني يجدد طاقته يقدر يرجع للماتش ذهنيا وبدنيا في 48 ساعه ده صعب وعشان كده كنا عارفين الماتش مش هيكون سهل Ich denke, wir haben das ganze Spiel sicher auch mehr Möglichkeiten oder bessere Torchancen gehabt und sind froh, dass wir das eine Tor mit Scherif noch schießen konnten und jetzt auch schon das zweite Spiel, wo wieder Tore oder ein Tor erzielt hat und wir freuen uns oder ich freue mich natürlich besonders, dass ihm das gelungen ist. احنا طبعا خلقنا فرص النهارده لكن في النهايه كسبنا بجون واحد بس اللي احرزه شريف وانا مبسوط جدا لمحمد شريف ان هو للماتش الثاني على التوالي بيحرز اهداف وبيقدر ان هو يساعدنا ان احنا نكسب المباراه. Grundsätzlich bin ich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil es eigentlich in dieser Liga immer so ist, dass auch gegen die Untersten oder die im unteren Tabellenbereich sind, dass es schwierig ist, gegen sie zu spielen, weil sie kämpfen, weil sie auch dann gute Konter nach vorne spielen. Und ja. 1-0 انا سعيد جدا طبعا ان احنا كسبنا المباراه الماتشات اللي بتبقى بالذات كمان في مع الفرق اللي في اخر الجدول دايما بتبقى صعبه الفرق دي بتحارب بتبقى عايزه كل نقطه بتكافح عشانها وهي دي الماتشات اللي بتحدد الدوري وانا سعيد جدا ان احنا كسبنا الثلاث نقط النهارده الاهلي فليك تن zum Club WM. Was versprechen Sie dann die Fans von الاهلي؟ Weil die Fans von الاهلي dann haben immer dann mehr Erwartungen nach jedem Teilnahme nach jeder Teilnahme an dem Club WM. السؤال عن ان الاهلي ان شاء الله هيشارك في كاس العالم للانديه وبعد عده ايام ايه اللي مستر كولر يقدر ان هو يوعد بيه جماهير النادي الاهلي خصوصا طموحات النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتعلى بعد كل مشاركه في كاس العالم للانديه. Ich weiß nicht, ob die Trainer vor mir Versprechungen gemacht haben. Ich mache keine, weil wir natürlich auch zuerst wissen müssen, wer alles mit dabei ist. Und wir wollen Spiel um Spiel angehen und nicht irgendwie schon von weiß irgendwas träumen oder. Schon Versprechungen machen. Also du musst jedes Spiel zuerst spielen, sage ich meinen Spielern immer. Und immer das nächste Spiel ist das Schwierigste. Und wenn sie das weiter so konsequent verfolgen und zuhören, dann können wir vielleicht etwas Größeres erreichen. Aber wichtig ist immer, ans nächste Spiel zu denken und nicht schon von einem Finale, das man noch gar nicht erreicht.
انا مش عارف المدربين اللي قبلي كانوا بيوعدوا ولا لا، بس انا مش من النوعيه دي. انا ما بوعدش، صعب ان انا اوعد بحاجه، لان انا دايما بلعب ماتش بماتش، كل ماتش زي ما انا دايما بقول للاعيبتي الماتش الجاي هو اهم ماتش، فبالتالي انا باخد اي بطوله بندخل فيها باخدها محطات، نبدا اول ماتش ونخش فيه وبعدين، لكن انا ابدا احلم واوعد الكلام ده مش عندي خالص. هنبدا ان احنا ان شاء الله نروح البطوله ونحارب على كل ماتش ورا التاني، واحلامنا بتطلع مع كل ماتش بنعديه ان شاء الله. Mr. Fuller, ich gratuliere dem für den Sieg heute. Drei ganz wichtige Punkte heute, die lässt den Ahli dann immer an der Spitze der Meisterschaft. Ich würde gerne fragen, wissen dann, warum Karaba heute nicht teilgenommen hat oder nicht gespielt hat. Und werden Sie zur Club-WM fliegen dann ohne den neuen Stürmer, den Sie verpflichten wollen? Sual an مشاركة كهربا النهارده، ليه كهربا ما شاركش النهارده؟ والسؤال الثاني، هل مستر كولر هيروح كاس العالم للانديه بدون صفقه المهاجم الجديد، صح كده؟ كهربا hat natürlich längere Zeit nicht gespielt oder mehrere Monate und da fehlt natürlich auch der Spielrhythmus und wir haben ihn die letzten zwei Spiele hat gespielt von Anfang an, hat sich gut aufgewärmt, aber dann ist natürlich auch die Luft ausgegangen, weil das eigentlich völlig normal ist, wenn man so lange nicht mehr spielt. Und بالنسبة لكهربا هو كان عامل يعني قعد فترة طويلة جدا ما بيلعبش، وبعدين بعد كل الراحة دي أو الفترة الطويلة من غير لعب نزل لعب ماتشين بادئ بيهم، ده بياخد من طاقة اللاعب، وهو طبعا لسه ما جاتش اللياقة البدنية بتاعته، لسه ما دخلش في رتم الماتش أو الماتشات، فعشان كده صعب إن أنا أقرص عليه إن هو ينزل ثلاث ماتشات ورا بعض في الوقت الحالي. vorrangig auch eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass nicht irgendwie eine Verletzung passiert. Ja. Also mir nichts riskieren. Und das ist natürlich auch die Aufgabe des Trainerteams, das zu sehen und zu beobachten und dementsprechend dann einzugreifen. كانت مجرد ان انا بحمي اللاعب، مش عايز اخد ريسك، مش عايز اخد مخاطره ان انا ممكن لا قدر الله يحصل له اي اصابه، لانه راجع بعد فتره طويله. فاحنا كجهاز فني دايما بنتناقش في الحاجات دي، ازاي ان احنا نحمي اللعيبه دي، بالنسبه لي اهم حاجه، والموضوع كان مجرد ان انا بحمي كهربا. Verpflichtung für den neuen Stürmer. Ja, das wir haben ja noch bis Ende Monat Zeit, das sind noch ein paar Tage und عندنا لسه وقت لغايه اخر الشهر ان شاء الله. خلاص 5 ايام. Sind nur 5 Tage noch. Ja, aber 5 Tage sind 5 Tage. 5 ايام 5 ايام. ال 5 ايام وقت يعني. Gratuliere dem für den Sieg. Sie haben dann mit Kuka dann als Linksverteidiger dann begonnen, obwohl dann er als Sechser, und dann hat er nicht gut gespielt, dann haben sie ihn spielen lassen, ausgewechselt, und dann haben sie dann in der zweiten Halbzeit Khaled dann als Linksverteidiger. Glauben Sie, dass El Ahli braucht dann einen Linksverteidiger, dann der als Ersatz für Malul spielen soll? Kuka حصل عنده مشكله في الخلفيه، فعشان كده وانا ما كنتش عايز اغامر او اخاطر بيه، فهو ما خرجش عشان هو مثلا كان ما قداش كويس، هو خرج بس عشان الاصابه. يعني لو ما كانش اتصاب كنت او حس بمشكله كنت خليته يكمل الماتش كله. Nach dem Spiel gegen Samoa haben Sie gesagt, Sie haben dann Ihren Stürmer schon gefunden. Und es sind 10 Tage jetzt vergangen und Sie haben den Stürmer noch nicht geholt. Haben Sie denn den gleichen Stürmer, haben Sie immer noch dann ausgesucht oder gibt es noch einen anderen? Oder haben Sie Ihre Wahl aus geändert? Ich habe einfach gesagt, welche Stürmer ich gerne hätte. Und alles andere bin ich dann nicht mehr zuständig. Ana qult lil muhajimin lana aizhum. الباقي مش بتاعي. Sie haben heute dann sehr viele dann Änderungen in viele Positionen. Wir haben dann Marwan spielen lassen anstatt von Afsha und dann jetzt Khaled Abdel Fattah haben sie ihm dann in drei verschiedene Positionen spielen lassen. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Was ist Ihre Meinung dazu, dass sie Khaled dann so in viel verschiedene Positionen spielen ließ. Ja, dass er ein Spieler ist, der in jeder Position spielen kann. يرد انه خالد يقدر يلعب في اي مركز. لا
Dann kann er dann als Stürmer auch spielen, Mittelstürmer. Ja, also von der Schnelligkeit her könnte das... Eine wirklich andere Sorat, ebenfalls. Würde ihn jetzt nicht als Torhüter bringen, aber sonst... Aber mich auch von Haris Marma, die Lecker, bis... Fliegt Karaba auch mit der Mannschaft zur Club WM? Ja, wir haben jetzt noch ein paar Tage und müssen schauen, was da Lisa passiert. Lisa, عندنا بعض الأيام لغاية السفر. Habe ich noch nicht zusammengestellt. Und Lisa ما حطتش قائمة البطولة. Lisa, عندنا بعض الأيام نفكر ونشوف مين اللي هيبقى معانا إن شاء الله. Wir müssen jetzt auch die nächsten Tage noch anschauen, wie die Spieler das oder diese Spiele jetzt auch verkraftet haben. Wer gesund ist, wer fit ist. لازم كمان أشوف اللعيبة في الأيام اللي جاية مين اللي حالته البدنية تسمح، مين في إصابات، ما فيش إصابات، لازم كل ده لسه هنقعد نعمل الحسابات دي. Ich gratuliere dann für den Sieg heute. Meine Frage ist über Kahraba. Dann hat er in zwei Spielen gezeigt, dass er effektiv dann ans Tor ist, dann ist torgefährlich ist. Haben Sie mit Kahraba dann den Stürmer gefunden, den Sie die ganze Zeit gesucht haben? Ja, Karaba war schon länger da und ich hatte eigentlich immer vorgesehen, dass er, also das hat man mir auch mitgeteilt, dass er eher, also dass er auf der linken Seite spielt oder auf der Außenbahn. Und dann habe ich aber auch gehört, dass er mal Stürmer gespielt hat. Und meine Idee war dann vielleicht ein bisschen verrückt, weil er halt eben auch nicht viel oder wenig Spiele hatte und diesen Spielrhythmus nicht hatte und darum habe ich ihn vorne in der Mitte eingesetzt. Da muss er vielleicht defensiv auch ein bisschen weniger arbeiten und hatte das in den zwei Spielen mit den Toren, mit den Assists, hat er gezeigt, dass er da hervorragend spielen kann. كهربا معايا من أول الموسم فأنا شايفه شايف أداؤه أنا طبعا أما مسكت الفرقة كان بيتقال إن كهربا بيلعب جناح شمال. قبل الماتش اللي فات انا اللي هو قبل ما العبه جات لي الفكره المجنونه ان انا العبه راس حربه فسالت فقالوا لي ان هو لعبها قبل كده فلقيت ان دي هتبقى فكره كويسه لان هو عنده امكانيات عاليه في عمليه التهديف وكمان عشان المنطقه دي او المكان المركز ده مش هيحتاج ان هو يعمل ادوار دفاعيه كتير زي لما يلعب على الجناح هيحتاج يجري مسافات طويله جدا فاعتمدت عليه واديته الثقه وهو كان قد الثقه دي وعمل احسن ما اي مدرب يتمنى جاب جونين وعمل اسيست اكتر من كده هحتاج ايه؟ هل منتظر ان احنا ممكن نشوف كهربا خلال الاوقات اللي جايه يبقى هو المهاجم الاساسي للنادي الاهلي؟ بيت كهربا dann vielleicht dann in nächster Zeit dann der Haupt also Stürmer für dich dann sein? Ja, also ich denke, er wird sicher dann ab und zu spielen, aber er wird sicher nicht alle Spiele spielen. Also es ist wichtig, dass wir da natürlich auch darauf achten und das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass er lange Zeit gar kein Spiel gehabt hat und nicht diese Spielintensität in den Beinen hat, also das braucht auch noch Zeit. بالتأكيد هياخد ماتشات وهيلعب كهربا معايا الفترة الجاية لكن مش برضه بالتأكيد مش كل الماتشات ما عنديش حد بيلعب كل الماتشات عشان التدوير وخصوصا ان هو راجع من فترة طويلة من الإيقاف فلسه اللياقة البدنية محتاجة وقت ما اقدرش ان انا اضغط عليه بشدة ماتشات كل ثلاث ايام مش هيستحمل معايا فلازم ان احنا هنديله لغاية لما ان شاء الله احس ان هو يقدر ياخد اكتر من كده. فين لك. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين يمكن ملخص اللي قاله مستر كولر طبعا أعرب عن سعادته بالفوز مؤكدا أن مثل هذه المباريات هي اللي بتحسن فعلا بطولة الدوري أو مسابقة الدوري. زار عنده فكرة من السنتين اللي فاتوا قال كنا نعلم أن المباراة صعبة وخاصة بعد المجهود الكبير اللي بذله الفريق أمام الزمالك واللعب بعد 48 ساعة فقط. خلقنا فرص النهاردة أمام المنافس ولكن سجلنا هدف وحيد لمحمد شريف وعلى المستوى الشخصي هو سعيد بمواصلة اللاعب للتسجيل. فلسفته كمدرب تتلخص في القتال كل مباراة. كل مباراة بياخدها الفريق هي فلسفته تتلخص في القتال من أجلها لتحقيق الفوز. عدم مشاركة كهربا لأن اللاعب عاد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وشارك في مباراتين ورا بعض. واستنفذ بدنيا بعد المجهود الكبير اللي عمله
ومن الصعب الدفع بيه في المباراة الثالثة بعد يومين فقط لتجنب تعرضه للإصابة. كوكا اشتكى من الخلفية زي ما قلنا، وحسم قائمة الفريق المسافر لكأس العالم بناء على تقييم حالة اللاعبين والحالة الجاهزية لكل لاعب. هو ده الملخص. دلوقتي لو بصينا على ترتيب جدول الدوري هنلاقي ان نادي الاهلي في المركز الاول برصيد 37 نقطة، فيوتشر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بيراميدز في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، مقاولين العرب في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، زمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، اتحاد سكندري المركز السادس برصيد 25 نقطة، غزل المحلة في المركز السابع 25 نقطة، نادي المصري البورسعيدي في المركز الثامن 20 نقطة، أسوان في المركز التاسع 18 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر 17 نقطة، سموحة في المركز ال 11 16 نقطة، طلائع الجيش في المركز ال 12 15 نقطة، فاركو في المركز ال 13 13 نقطة، داخلية في المركز ال 14 13 نقطة، إنبي في المركز ال 15 13 نقطة، والثلاثي المهدد بالهبوط البنك الأهلي في المركز ال 16 12 نقطة، حرس الحدود في المركز ال 17 11 نقطة، نادي الإسماعيلي للأسف في المركز الأخير المركز ال 18 9 نقاط. لو اتكلمنا كابتن شريف على أول خمس فرق، الأهلي، فيوتشر، بيراميدز، مولين العرب، الزمالك. الحمد لله والشكر لله ان الاهلي لم يتعرض لاي هزيمه. صحيح. اقوى خط دفاع واقوى خط هجوم واقوى خط دفاع هي من اول ما جه المدرب مستر مارسيل كولر، وهو عنده كلين شيت كان في اول مباريات كسب ميستيري في تونس وعزز الفوز وابتدى بدايه قويه جدا. صحيح. وابتدى بالمكسب الكبير بتاع السوبر. مظبوط. وبيكسب باهداف ورغم الغيابات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها. ف النادي الاهلي في هذا الموقف في 37 من 15 مباراه بيجي فريق فيوتشر اللي عامل شكل كويس جدا، النهارده كان بيلعب على ما اعتقد وكان متقدم بهدف، ولكن النادي المصري قدر ان يعود للمباراه ويتعادل 1-1 وبيفقد نقطتين. كان هو ماشي في اربع نقاط، اعتقد دلوقتي بقوا ست نقاط. مظبوط. بالنسبه لل بيراميدز عندها مباراه ناقصه، لعب 14 بس مع سموحه، هم الفرقتين الوحيدين اللي لعبوا 14 مباراه في الدوري، وهو عنده 27 نقطه فقط، ويمكن بالمباراه الجايه يا اما يبقى 30 يا اما يبقى 27 يعني هيبقى 28 نقطه، ولكن بفارق بعيد جدا عن النادي الاهلي. يجي مولين العرب عامل طفره السنه دي مع الكابتن شريف المشاغب والعائد بقوه والموجود السنه دي بشكل جيد جدا الحقيقه، بيلعب لاخر دقيقه في المباراه وبيغير نتائج. اخر مباراه على ما اعتقد كانت 3-2 فخليته في هذا الوضع، وفي الاخر هسيب بقى طبعا علاء وكان يتكلم على في المركز الخامس خامس الزمالك نادي الزمالك ها الزمالك خامس نادي الزمالك نادي الزمالك بعروض اللي احنا شايفينها دي والتاخرات، رغم تاخر الاهلي بتعادلين والكلام من ده كان هتبقى الدنيا بقى في حته تانية خالص. صحيح. وكنا نقدر الفرق كلها ترمي الفوطه، ولكن الدوري زي ما انتوا قلتوا طويل، والاحتفاظ بالفوز دايما هو اللي بيعمل الفارق الكبير ده. الفرق مظبوط. وبقيه الفرق بقى اتكلم على عايز نتكلم على كله؟ لا يا كابتن طبعا انا ممكن اقول لك كله. لا شكرا. أنا... لا ليك السادس. ليه السادس كابتن؟ ما تسيبه اتفضل. هو انا ليا كام فرقه عليا كابتن علاء؟ كل اللي انت عايزه. اتحاد سكندري كان اربعه، خدت انت الزمالك السابع، مصر البورسعيدي الثامن، اسوان التاسع، سيراميكا كليوباترا العاشر. وسمعنا ان في تغيير في اسوان واحتمال ايمن عبد الله يسيب الفريق ويمشي. طيب يعني مبدئيا انا شايف ان الاتحاد في المركز السادس، شايف مركز ممتاز للاتحاد، مناسب وكويس، لان دايما الاتحاد لما بيبدا كان في تعثر في البدايه بتاعته،
وفي معاناه كويسه قوي، لكن لحد اخر موسم، لكن اعتقد مرسيدس لا ماشي كويس. معاناه بتبقى صعبه قوي جدا. يعني انا فاكر ايام الثلاث اربع سنين بتبقى مشكله قوي، لكن اعتقد السنه دي لا، ترتيبه السادس ترتيب مريح جدا بالنسبه له، بيقدم كره كويسه جدا للاتحاد. ما بقاش لعبه اللي هو لعب الدفاع وكده، لا بيلعب بتوازن كويس قوي، بيعرف يجيب جوال، حتى ما يجي في جوال بيعرف يجيب جوال. العناصر اللي ضمها السنه دي اعتقد عناصر مهمه جدا وهي هتفرق معاه. المفاجاه اللي انا معجب بيها من بدايه الدوري غزل المحل من بدايه الدوري بادئ بدايه ممتازه، مش عايز برضه يخش في الاخر في الحسابات اللي هي لو ده كسب وده تعادل وده لا. هو من بدري، وده انا بحب المدير الفني كده او بحب الاداره، الهدف يبقى واضح. الهدف ان انا الهدف بتاع غزل المحله انا عايز استنى في البقاء في الدوري، كويس واضح يعني، ما انا بلعبش على مركز ولا حاجه. لما يكون الهدف عندي كده يبقى من البدايه يعني سياسه ان ازاي اجمع النقاط عشان لما يحصل اي بالظبط، وده اللي حصل مع غزل المحله الموسم الماضي كمان عمل، والموسم الماضي عمل كده، لكن الموسم ده انا حاسس ان هم احسن. والموسم ده مجمع نقاط كويسه جدا، بدينا هو في المركز السابع امبارح كنا بنتفرج عليه هو والاسماعيلي. لا كان اسوان مع اسماعيلي، لكن الغزل النهارده كمان بيلعب مع الزمالك فريق كبير واسم كبير، بيلعب معاه جيم مفتوح وهو هدف واثنين، والامور كانت بالنسبه له الشوط الاول كانت مريحه جدا، فالتفكير نفسه اتغير. التفكير بيتغير من ترتيبك على فكره يا ايمن، ترتيب الفريق بيغير تفكيرك انت كمدير فني وكلاعب نفسه. فالغزل المحل تفكيرهم عاجبني جدا. المصري بورسعيدي مع حسام وجهازه الفني والاداري اعتقد في شكل جديد، ان برضه المصري داخل من بدايه الموسم مشاكل وكان مستحقات وحد مهندس كامل بعلي جه وبعدين بدات الامور تبقى كويسه شويه، يعني في تقلبات كده كانت في المصري. لكن اللي انا شايفه يمكن حسام ابراهيم طالبين حتى تدعيمات انه عندهم عايزين لعيبه كتير قوي، لكن واضح ان المصري بدا يبقى فريق دي شكله وما عندوش مشكله. اسوان طبعا المفاجاه الثانيه اللي عجباني جدا مع كابتن ايمن عبد الله، عامل شغل كويس قوي رغم الامكانيات، يعني هي مش صعبه، هي صعبه جدا جدا فوق ما تتخيل يا ايمن. بتبقى اي مدير فني في الظروف اللي بيشتغل فيها ايمن دي لا مستحيل يبقى في المكان ده. اللي في المكان ده بالفريق ده بالامكانيات دي اعتقد انجاز بالنسبه لايمن وفريق اسوان. بتمنى ان شاء الله الامكانيات تبقى احسن، واتمنى ان ايمن يستمر مع اسوان، لان في مدير فني الفرقه دي مرسومه عليه بيقدر يعمل شغل مع الفرقه دي. ممكن لو راح فرقه ثانيه الله اعلم، بس مش هيبان عليه الشغل، لكن الشغل اللي عامله ايمن مع فريق اسوان بعد كابتن ربيع ياسين اللي هو جمع الفريق ده كله اعتقد طبعا عامل شغل كويس قوي. عاشر سيراميكا كيلو باترا، سيراميكا كيلو باترا مركز ما يليقش بيه، علامه استفهام كبيره جدا جدا جدا، امكانيات كبيره قوي، تدعيمات كتير جدا، ما بيبخلوش على حاجه. سيراميكا كيلو باترا من الانديه اللي بتعرف تصرف كويس قوي وبيعمل كل الظروف اللي تهيئ لك انك تبقى في مكان كويس ما عندكش مشكله فيه، وانا عندك مشكله ماديه لعيبه بتطلبها بتلاقيها، ما فيش مشاكل، هدوء وده المهم، ما عندكش جماهير، ما عندكش جماهير ضغطاك او عايز نتائج او عايز بطولات. اعتقد سيراميكا لازم يبقى في المكان احسن من ده بكتير. صحيح. طيب كابتن عادل، من ال11 لل14 سموحه في المركز ال11، ال12 طلائع الجيش، 13 فاركو، وسمعنا بعد هزيمه مباراه امس الكابتن ايهاب جلال قدم استقالته، ومركز ال14 الداخليه. يعني لو اتكلمنا على سموحه اقول لك ان سموحه السنه دي في المتوسط، يعني لما جه طارق واشتغل يعني كان في شويه هبوط وبعدين تعالي تاني المواقف، انت عارف كل اللي الناس عارفاه، بس لازم تعرف ان سموحه من احسن الاماكن مناخا للشغل، يعني امكانيات عاليه قوي احترافيه طبعا. لما بتبقى متواجد فيه بتحس ان انت ده نادي كبير، يعني بجد يعني من افضل الانديه في مصر كامكانيات كمنظومه يعني مزبوط. ولكن اتكلم على طلائع الجيش، طلائع الجيش برضو من الفرق اللي دائما بتبقى في المتوسط الجدول، فرقه قويه، فرقه المفروض ان محمد يوسف بيحسن فيها، هو بيحصل له بدلك شويه يهبط شويه يخسر وشويه يكسب وشويه يتعادل، ولكن مع الاستقرار والاستمرار انا بتمنى كده ان كل المدربين يبقى في استقرار واستمرار، يعني علشان ما ينفعش مدرب من ماتش ولا اتنين ولا ثلاثه يخسرهم يمشي. يعني حتى فاركو مع ايهاب جلال، انا بالمناسبه صحيح شفنا برضو تغيير النهارده في نادي الزمالك، بقى المدير الفني
أسامة نبيه. لا ما هو نادي الزمالك لازم كان هيغير هيغير يعني هم لازم كان في تغيير والتغيير كان بادئ واخرها ماتش الاهلي مش هيستحمله الراجل بعد ماتش الاهلي بالاخص ان هم عارفين ان الاهلي كان ناقصه 11 لاعب والحاجات دي. فاركو فاركو من الفرق الكويسه الممتازه جدا اللي عندها برضو مناخ جيد ما عليهاش ضغط عندها لعيبه جيدين جدا ولكن نتائج هذا الموسم لا تعبر عنه. انا بقول لك يعني انا مستغرب ان هم الفرقه اللي امكانيات لعيبتها كويسه وعندها امكانيات جيده وعندها مناخ جيد. ايوه المفترض ان فرق تبقى تبقى في مكانتهم اعلى واحسن وافضل من كده كتير قوي ولكن في اخر الامر اللي انا عايز اقوله لك انه الصبر بس على المدربين وافتكر ان ايهاب جلال هيكمل يعني لازم لا ده تقدم باستقاله رسميا وما يقبله يعني ممكن يتراجع فيها ايهاب إيهاب من المدربين على فكره المدربين كويسين جدا أيوة. في مصر انا يعني دايما بتكلم عليه كويس لانه انا بحب فكره رغم انه حصل له كذا موقف كده لكن افتكر ان هو لو رجع هيفيد فرق ويخرجها من اللي هو فيه يعني الداخلية. الا بقى لو هو عايز ينقذ الاسماعيلي يعني الداخليه في المركز ال14 الداخليه من الفرق اللي امكانياتها برده لازم نتكلم على لما اتكلمتوا على اسوان الداخليه شويه اعلى من اسوان شويه امكانيه على اقل الظروف اللي هي متواجده فيه المكان اللي متواجد فيه ما فيهوش سفر كتير ما فيش مصاريف كتير فهم ماشيين بصوره جيده. كابتن بلال ام بي في المركز 15 بنك الاهلي في مركز 16 مركز 17 حرس الحدود واخيرا النادي الاسماعيلي في مركز 18. انت مديني اصعب قوي اصعب فرقه ايوه صح طبعا يعني الاربع فرق يعني غير متوقع على الاطلاق تكون هي دي المكانه بتاعتهم في جدول الترتيب يعني ام بي احنا اعتدنا ان ام بي دي يعني دايما الحصان الاسود بتاع البطوله يعني فرقه عندها استقرار اداري وعندها استقرار مادي فبالتالي المفترض يبقى عندها استقرار فني فبالتالي لازم تكون في مركز افضل من كده بكتير يعني انا من الفرقه اللي انا دايما يعني بشوف ام بي ده مثلا من الرابع للثامن مثلا يعني يا كابتن علي فعش تنزل عن كده على الاطلاق حتى يعني بقول يعني تجاوزا لو غير موفقين يبقى انا بقول من الرابع يعني طبيعي جدا يبقى في الترتيب ده لكن يعني هم بقالهم فتره وفتره مش قليله بيعتمدوا على سياسه بيع اللاعبين فقط لغير يعني كنا زمان نسمع ان ام بي ده عنده افضل ناشئين في مصر وبيصعد كل سنه لا دلوقتي ما بقاش موجود دلوقتي حتى كمان اللعيبه اللي بتجيد بيبيع وما عندوش استبدال فبالتالي دي مكانه اعتقد من وجهه نظري طبيعيه لما يحدث في ام بي بقالهم اكتر من سنه. البنك الاهلي احنا شفنا مباراته مع النادي الاهلي وشفنا مباراته السنه دي كلها البنك الاهلي استنفذ حقيقه. البنك الاهلي بقاله 3 سنوات تقريبا بيلعب بنفس الكواليتي اللي موجوده بنفس اللعيبه اللي موجوده التجديد مطلوب بشكل كبير يعني كابتن خالد جلال اشتغل معاهم بشكل كويس بس عناصر لازم تغير العناصر ما ينفعش تستمر يعني انا مش هاخد الدوري بعد السنه دي واخده بعد 5 سنين مثلا بنفس اللعيب استحاله صعب لازم يبقى في تجديد وتجديد جيد تمام ده اللي ما عملوش البنك الاهلي السنه دي بيعتمد على نفس العناصر فبالتالي مش هياخد نفس النتائج ده وضع طبيعي بالنسبه للبنك الاهلي لكن وجوده في الحته دي يعني شيء مفاجئ بعد الحقيقه بعد السنه اللي فاتت والامكانيات اللي حققها والنتائج اللي حققها حرس الحدود ما فيش تدعيمات كبيره يعني ما حصلش فيه تدعيمات كبيره فبالتالي يعني مش عايز اقول ان هي مكانه منطقيه لحرس انا شايف ان حرس الحدود السنه دي يعني لم يقدم المردود الايجابي من بدايه السيزون طب احنا ملوش سابق السنه اللي فاتت عشان نتكلم عليه لكن السنه دي الحقيقه ما قدمش اي مردود ايجابي من وجهه نظري فبالتالي ومكانته في من وجهه نظري الشخصيه يعني في مكانه ممكن تكون طبيعيه. الاسماعيلي يعني علامات استفهام كبيره جدا من الاسماعيلي يعني وعلامات استفهام ممتده خد بالك انت مش السنه دي بس السنه اللي فاتت واللي قبلها بيعاني بشكل كبير جدا. الاسماعيلي كان في وقت من الاوقات النادي اللي بيصدر لعيبه برضه خد بالك للانديه الكبيره الاسماعيلي نادي كبير لكن بقاله سنين طويله مش موجود مش عايز اقول في المكان اللي هو يستحقها ولكن بالامكانيات والكواليتي دي
وكمان بالادارات المتغيره بالشكل ده والقرارات الخاطئه دي. على فكره ده نتاج قرارات خاطئه على فكره. صحيح. يعني عايز اقول لك حاجه، انا ميدو من الناس اللي انا ايه يعني انا بحبها على المستوى الشخصي، ولكن ما ينفعش تبقى انت بتدرب الاسماعيلي الصبح وبتصوت للزمالك بعد الظهر. أي. يعني بتواسي الزمالك بعد الظهر. أي. يعني الكلام ده مش، خد بالك التوفيق له عوامل. مظبوط. التوفيق ما ينفعش ابقى انا الصبح انا مدرب بدرب نادي اسماعيلي وبالليل بحل مشاكل نادي الزمالك. يعني ده يعني مش يعني انا اديله نصيحه يعني. ركز في التدريب، ربنا يوفقك، لان انت يعني عندك افكار كويسه ممكن تطبقها، او ركز في الاعلام، انت راجل برضو متحدث كويس وعندك افكارك كويسه وراجل لابق وتمام التمام، ركز في حاجه من الاثنين عشان تنجح في حاجه من الاثنين. انما انت عايز تمسك الاثنين صعب جدا يعني. صحيح. صعب. هو في مصر الموضوع ده يعني عايم يعني عايم جدا يعني. يعني امسك هنا يعني في مصر بتحصل حاجات يعني ايه غريبه الغرابه، ابقى ماسك مدير كره النحادي وبحلل في مين بعد الدور بقى مش عارف بعمل ايه، وابقى ماسك هنا مدير التنفيذ النادي، وابقى انا ماسك الرئيس البتاع عضو في اتحاد كوره ابو الكباتن. بص في الكره في مصر حدث ولا حرج، عشان كده احنا ايه بنخرج بالدوري بالشكل ده، مشاكل مع الحكام ومشاكل في الملاعب ومشاكل في الارضيه ومشاكل مع المدربين ومشاكل في الاتحاد ومشاكل في الرابطه ومشاكل في كل حاجه. صحيح. تمام. نتمنى انها تتحل، بس مش تتحل كده واحنا قاعدين، مش حد يبادي كرنب زبادي يعني فنحل الازمه، لا. صحيح. لازم يا جماعه الدنيا يعني ما ينفعش كل واحد يمسك كل حاجه، ما في ناس مش هتشتغل. ده موضوع كبير عموما. انا عايز بتكلم بجد والله يا كابتن علي، والله بتكلم بجد، بتكلم بجد والله العظيم. الكلام ده يا جماعه مش على فكره مش صحي حتى كمان. صحيح. مش صحيح كابتن عادل يشتغل هنا في قناه النهارده بتاعت البلد ويمسك نادي تاني. لبيتك يا ريت. مش صح والله، مش صح. لا والله يا كابتن، والله العظيم انا بقول كلام لمصلحه الكوره، انا مش ضد حد، كل واحد ربنا يبارك له ويشتغل 90,000 شغلانه. بس انا بتكلم في مصلحه الكوره، مش انا ماليش مصلحه شخصيه. واحنا نتكلم في مصلحه الكوره في دي، بس لو اتكلمنا في مصلحه الكوره مش هنخلي حاجه هنتكلم في يا كابتن. لان يا كابتن ده الجانب الاداري وده القرارات اللي بتتاخد، ما القرار اللي بتاخد ده بتاخد من شخص. انت عايزني اخلص يا كابتن ايمن؟ لا بالعكس، خد وقتك، انا عشان بس داخل على كابتن ناصر مستنينا. ارجوك ما تطهريش. هقول كابتن شريف، لو قلنا راجل المباراه كابتن شريف ايوه خليك معانا مش هينفعك. راجل المباراه. راجل المباراه النهارده هو في الملعب، خدها من الرابطه، خدها بتاعتها. وجهه نظرك؟ انا هديها لرامي ربيعه النهارده، بقاله كتير ماشي كويس وكلام من ده، فانا من يعني بضم صوتي لرامي ربيعه. بتضم صوتك لمين؟ كابتن علاء. ربيعه ان شاء الله. لا بدي صوتي. انا بضم صوتي. انا هضم صوتي بقى لصوتك، انا هدي رامي ربيعه. طب هتدي مين؟ رامي ربيعه؟ والله يعني في نفس الدعم ده. لا لا، عشان لو فعلا تعرف ان احنا فكرنا واحد. انا والله كنت هديه. كابتن عادل. رامي ربيع برضه. رامي ربيع. كابتن احمد بلال. فين الفانيله الحمراء كابتن؟ لا لا لا، احنا عايزين واحد في الملعب. لا رامي. كابتن بلال مش هختلف على الكباتن. رامي ربيع فعلا يستحيل. راجل وجدع. صحيح. نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع خالد عبد الفتاح، ومن بعده نطلع لفاصل، نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. انتظرونا من جديد. ده بجد تحية للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء رجل المباراه خالد عبد الفتاح، لاعب الجوكر الجديد في النادي الاهلي. خالد برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك على الفوز، مبروك على جائزه رجل المباراه، تكليل لمجهود خالد عبد الفتاح في المباراه الاخيره. الحمد لله والفضل طبعا. تحياتي اللي في الاستوديو، الناس اللي في الاستوديو، الكباتن الكبار، والحمد لله وبهد الجائزه دي بقى لوالدي ووالدتي واخواتي وجمهور النادي الاهلي طبعا. خالد انا عايز اقول لك ان كل كباتننا في الاستوديو التحليلي، الكابتن ايمن شوقي والكابتن عادل، الكابتن اسامه، الكابتن بلال، الكابتن علاء مهوب، الجميع اشاد واتكلم على خالد عبد الفتاح انه احد اهم مكاسب النادي الاهلي ومن الصفقات الرابحه للنادي الاهلي. الحمد لله والفضل لله طبعا، الحمد لله وده فضل من ربنا، وتحياتي ليهم جدا يعني، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم واللي جاي احسن ان شاء الله. من الامور اللي بتبقى مهمه جدا في اللعيب اللي بيتم اختياره في النادي الاهلي هي شخصيه النادي الاهلي. خالد من اللعيبه اللي الجميع اجمع ان عنده شخصيه النادي الاهلي. بدات تلعب كظهير ايمن، مساك، النهارده بنشوفك في مركز الظهير الايسر، كلها امور جدا مهمه جدا بتحسب لخالد عبد الفتاح. النادي الاهلي طبعا نلعب في حته، نلعب سيرد باك، نلعب باك رايت، نلعب باك ليفت،
للكوتش شايفه طبعا، واحنا هنجتهد على قد ما نقدر، واللي نقدر نعمله بنعمله يعني الحمد لله. شايف جماهير النادي الاهلي ودورها وخلاص خالد بقى من اللعيبه اللي دخل قلوب جماهير النادي الاهلي خاصه على ادائك الاكثر من رائع في مباراه الزمالك الاخير، شفت الحب ده ازاي؟ اقرب القريبين منك شافوا الامر ازاي؟ اكيد انت شفت الامور اختلفت كمان بعد مباراه الزمالك. لا شكرا، بشكرهم جدا على الدعم، دعم يخلي اي حد في التوب فورم بتاعه، فبشكرهم جدا على الدعم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونجيب اكبر عدد بطولات السنه دي ان شاء الله. اخيرا يا خالد نختم معاك، بعد ايام من تعاقدك مع النادي الاهلي وجودك في النادي الاهلي رايح تلعب كاس عالم، شايف الامر ده ازاي؟ واعتقد ان هو حلم كبير جدا لاي لاعب ان اول بطوله ليه ما يكون بطوله عالميه هي بطوله كاس العالم. احساس طبعا لا بالفخر واحساس بالمسؤوليه في نفس الوقت. الحمد لله وبشكر ربنا، وده كان حلم وان شاء الله هيتحقق ونلعب في كاس عالم وان شاء الله نقدر نوصل لابعد مدى ان شاء الله باذن الله. التوفيق دايما باذن الله. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع خالد عبد الفتاح لاعب فريق النادي الاهلي، واحد من الصفقات المهمه جدا والاضافات ورجل المباراه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. يلا يا